شكرا للكابتن عزيز كابتن ايمن شوقي، شكر الكباتن كابتن علاء ميهوب، كابتن محمد يوسف، الكابتن عادل مصطفى، والكابتن هاني العجيزي. بسم الله الرحمن الرحيم، اصدقائي المشاهدين اهلا وسهلا ومرحبا بكم، واحداث هذا اللقاء اولى لقاءات النادي الاهلي هنا على قناته في البث الجديد في الشكل الجديد في اللولوك الجديد، والاجواء الجميله الحقيقه اللي ان شاء الله نامل ونتمنى تصحب هذه المباراه اخر مواجهات النادي الاهلي قبل استئناف الدوري من جديد. اذا الاهلي على يمين الشاشه مع انطلاقه شوط المباراه الاول بتشكيله بتضم محمد الشناوي حارس مرمى، على اليمين يبدا بمحمد هاني وياسر ابراهيم، محمود متولي، علي معلول، نص الملعب اليو ديانج وعمرو السليه، فوق منهم في ثلاثه وليد سليمان جونيور اجاي ورمضان صبحي، بالاضافه لمروان محسن. دي تشكيله النادي الاهلي النهارده في هذا المساء ب 4-2-3-1. يبدا ريني فايلر، ادي اللاعب محمد هاني اللي يبدا النهارده على يمين الشاشه، ويبدا في ناحيه الظهير الايمن محمد هاني، يمشي على طول الكره الثاني لصالح النادي الاهلي. تشكيله فريق نادي الجونه، اسلام طارق حارس مرمى، احمد صبحي على اليمين، عمرو سعد داوي على اليسار، لؤي وائل ومحمد نجيب اثنين سنتر باك. في نص الملعب في ثلاث لعيبه، ناصر ناصر والان كامبادي ومحمد ليلى، فوق منهم اثنين لعيبه اسلام محارب، احمد حمدي واحمد ياسر ريان. خطيره جدا للاهلي، ممكن هدف اول يا ولد وليد سليمان، يا ولد هدف اول جميل، هدف اول جميل ممتاز وليد سليمان. ادي وليد سليمان نجم من النجوم الكبار، شوف الانطلاقه، شوف الخطا الكبير هنا في التمركز ما بين المدافعين وما بين حارس المرمى، خطا كبير ما بين اسلام طارق ولؤي وائل، شوف هنا التمركز، الكره طبت، وليد سليمان يا ولد مفيش اوفسايد، كره جميله جميله. وادي وليد سليمان يا ولد لعيب خبره كبيره جدا، واحد من اللعيبه الكبار في النادي الاهلي كقيمه واخلاق وكفن، لما اشوف المهاره والخبره الجميله، وهنا يضرب الحارس ويضرب الاثنين السنتر باك، خطا كبير جدا من اللاعب محمد نجيب وحارس المرمى الحارس اسلام طارق. ادي وليد سليمان يسجل هدف مبكر جدا للنادي الاهلي بعد دقيقتين تقريبا من تناقض شوط المباراه الاول هنا في استاد مختار التتش، ملعب التتش، الملعب اللي يلقب باسم العبقري الاهلاوي السابق مختار التتش، واللي لعب 16 سنه بقميص النادي الاهلي، ما لعبش لاي نادي اخر اختار التتش، محمود مختار محمد رفاعي، الرجل اللي ولد في الاسكندريه المدينه المصريه الساحليه الجميله، ثم بعد ذلك واحد من ابناء السيده زينب طبعا، المنطقه الشعبيه الكرويه الجميله اللي انجبت نجوم كبار. عام 65 كانت النهايه والاسم والبدايه، والانطلاقه الاهلاويه ثاني كالعاده، لكن يستخلص ثاني دفاع فريق نادي الجونه. الجونه من الناحيه اليسرى عن طريق السعداوي، عمرو السعداوي، شوف الاهلي ب 4-2-3-1 بالشكل التكتيكي بتاع ريني فايلر. من اول ما وصل للنادي الاهلي دايما يشتغل على موضوع اللعيبه في التحرك افتر ذا باص او بعد الباص، التحركات الجميله، واللي ده طبعا يعني بيفرق دايما مع الكره الاوروبيه، التحرك بتاع اللاعب بعد الكره. شوف هنا وليد سليمان، لكن الاهلي بدا البدايه باهتمام بقوه ومركز في الماتش، وبالتالي ايضا فريق نادي الجونه النهارده الحقيقه بيحط ثلاثه في نص الملعب، ناصر ناصر والان كامبادي بالاضافه لمحمد ليلى. تمشي على طول الكره ثاني عن طريق علي معلول. علي معلول استفيد النادي الاهلي في اول دقيقتين من اول خطا طبعا كارثي في التمركز الدفاعي بالنسبه للؤي وائل بالنسبه لمحمد نجيب، ولكن خبره وليد سليمان تعلن عن اول اهداف المباراه. تمشي على طول الكره ثاني، ادي محمود متولي الشناوي حارس المرمى الكبير دلوقتي في النادي الاهلي، والحارس الحالي يعتبر واحد من افضل حراس القاره الافريقيه، الشناوي بيعيش ايام جميله جدا، ستايل الحقيقه فتنس وناحيه بدنيه ممتازه واخلاقيات عاليه، كل حاجه الحقيقه تطال على الحارس لدى النادي الاهلي محمد الشناوي كقيمه كبيره الان تحت عرين المنتخب الوطني وعرين النادي الاهلي. تمشي على طول الكره ثاني اهلاويه في الجبهه اليمنى، شوف هنا رمضان صبحي، تركيز هنا من وليد سليمان ورمضان صبحي، مجموعه اللعيبه الكبار اللي بيحطوهم النهارده المدرب فايلر، وفوق منهم طبعا مروان محسن. يمشي على طول الكره ثاني محمود متولي، يمشي متولي يلف على كورته تاني، يضغط عليه لعيب نادي الجونه، تمشي كره تاني للجونه في نص ملعب الجونه، على طول التمركز الامامي عن طريق لاعب احمد صبحي، باك رايت اللي داخل لجوه، ادي صبحي ماشيه من صبحي، على طول ترجع الكره تاني انطلاقه لصالح فريق نادي الجونه، تمركز الجميل جدا عن طريق اللاعب الان كامبادي، المفروض النهارده على الورق هو على دايره نص ملعب، لكن شوف هنا على طول وليد سليمان، شغل اللي عامله النهارده المدرب السويسري لوليد سليمان هو اللي يجي من تحت، مروان محسن المفروض هو المحطه الاساسيه الاولى بالنسبه للنادي الاهلي في الثلث الامامي، على الوجه المقابل احمد ياسر ريان، لسه لحد الان بعد اربع خمس دقائق لعب لسه الاهلي لعيبه نص ملعب قاطعين كل المدد والامداد بالنسبه لاحمد ياسر ريان
المهاجم اللي تحت طبعا يعتبر مثلث راسه احمد ياسر ريان وقاعدته اسلام محارب واحمد حمدي. احمد حمدي لاعب الاهلي السابق واللاعب اللي كان تم بيعه نائي، لكن بشرط في العقد ان ممكن اعاده البيع مره اخرى تكون لصالح النادي الاهلي. الاهلي ترك مجموعه من اللعيبه لصالح فريق نادي الجونه، احمد حمدي واسلام محارب، عمرو بركات وعمرو رضوان حارس المرمى، محمد نجيب، وادي العرضيه تاني الاهلاويه الخطيره، يضغط تاني نادي الاهلي محاوله تاني والتسديده لكن الى الجول كيب. الى حارس المرمى، سهل المره دي عن طريق الحارس اسلام طارق. ادي اسلام طارق، شوف علي معلول، الاهلي عنده جبهات ممتازه، محمد هاني في عمليه بناء الجبهات، وفي الوجه المقابل احمد صبحي لسه وعمرو سعداوي. تمشي كره تاني على طول، لكن في دربكه واضحه على فريق نادي الجونه، في دربكه واضحه جدا على فريق نادي الجونه، والاهلي بيضغط الضغط العالي من التلت الامامي. خطا الكبير اللي استفاد منه وليد سليمان، كره على طول تاني ادي وليد سليمان، لعيب كبير جدا طبعا وقيمه كبيره مع رمضان صبحي، مع مروان محسن، مع اليو ديانج، مع السوليه. ديانج عامل شغل ممتاز الان في نص ملعب الاهلي، تقدر تعتمد عليه اعتماد كويس، وبيدي حريه ومساحه ممتازه للتحرك بالنسبه لعمرو السوليه لما يكون معاك لعيب قوه بدنيه وفنيه قويه زي اليو ديانج. يمشي على طول تاني دفاع الاهلي تاني، ادي الانطلاقه، لكن في خطا وركله حره مباشره. ادي الخطا على طول تاني وركله حره مباشره، لاعب رقم سبعه هنا على طول احمد حمدي. ادي احمد حمدي لاعب اللي مع اسلام محارب ومع عمرو بركات ومع عمرو رضوان، في مجموعه كبيره جدا من نادي الجونه لعبت للقلعه الحمراء، انما احمد ياسر ريان واكرم توفيق ومحمود الجزار دول لعيبه معارين لمده سيزون او لمده موسم واحد. يعني في 8 لعيبه من نادي الاهلي موجودين مع نادي الجونه، 3 اعاره وخمسه تم بيعهم بشكل نهائي، بنستثني طبعا احمد حمدي في نقطه وحيده في عقده ان يحق للنادي الاهلي في اعاده بيعه تاني يكون للنادي الاهلي، ده شرط في عقد احمد حمدي. هم حاسين ان في قيمه كبيره ممكن تيجي في سنوات بعد ما شارك مع نادي بقيمه نادي الجونه. تمشي على طول الكره تاني في نص ملعب عمرو السليه، اليو ديانج اللعيبه بتاعت نص الملعب اللي ليهم دور كبير جدا، محاوله تصويبه تاني ممتازه الى حارس المرمى على طول الشناوي. اول كوره لنادي الجونه بعد حوالي 7-8 دقائق لعب. ادي الشناوي تسديده الحلوه، شوف حارس مرمى اتمرن مع مدربين حراس عظام على فكره، اشتغل معاهم منهم احمد ناجي طبعا المدرب الكبير، واشتغل مع المنتخب واشتغل مع طارق سليمان واشتغل مع مجموعه ممتازه. وخلي بالك حارس المرمى يلعب دور معاه كبير جدا المدرب بتاع الحراس، والحاله الفنيه الجميله اللي وصل ليها الحقيقه بشكل او باخر، ويعني كان في اوقات ممتازه جدا نجم وقيمه كبيره جدا الحارس الشناوي. تمشي على طول الكره تاني بالنسبه لصالح الاهلي في نص ملعبه، تقدم بهدف مقابل لا شيء، هدف مع الدقيقه الثانيه من عمر الشوط الاول عن طريق وليد سليمان، خطا من محمد نجيب يسال عنه هو واللاعب لؤي وائل، بالاضافه لحارس المرمى التايمنج والتوقيت بتاع الاختيار الخروج كان خاطئ جدا من الحارس اسلام طارق. تمشي على طول تاني عن طريق رمضان صبحي، رمضان صبحي ضغط اهلاوي تاني، لكن في خطا وركله حره مباشره على فريق النادي الاهلي. خطا على طول تاني، ادي الركله الحره المباشره مروان محسن، ادي مروان محسن، 3 تبديلات النهارده جديده في تشكيله الاهلي، بعض التعديلات ايضا بالنسبه لفريق نادي الجونه في تشكيلاته، لكن في الاخير ادي الانطلاقه وادي مروان محسن وركله حره مباشره. ركله حره مباشره، ادي الخطا على طول تاني هنا، تمشي الكوره تاني على ارضيه الملعب. ملعب تاريخي على فكره بالنسبه للنادي الاهلي هذا الملعب، حوالي 57 سنه باسم الملعب الاهلي، وقرابه نفس الاعوام تقريبا باسم مختار التتش. من 65 تم تسميه هذا الاسم الكبير بالنسبه لمختار التتش على هذا الملعب، محمود مختار محمد رفاعي. بعد كده تم تكريمه ايضا بوسام الرياضه من الطبقه الاولى، وفي نفس العام يعني توفاه الله بعد 16 سنة حمل فيهم قميص القلعة الحمراء. تمشي على طول الكرة تاني من الشناوي، الشناوي يمشي على طول تاني محمود متولي، ترجع الكرة تاني على طول في نص ملعب بالنسبة لصالح فريق نادي الجونة. الجونة يحاول على طول تاني عن طريق اللاعب محمد ليلى، لكن بعيدة للشناوي الحارس. انتشار الأهلي انتشار ممتاز، خطوطه قريبة في أول 10 دقائق، 4-2-3-1 زي الكتاب ما قال، لكن الاهلي مايل شويه ناحيه الجبهه اليمنى باستثناء كره وحيده فقط لا غير بالنسبه للاعب علي معلول في الكره اللي كانت تصويبه لكن سهله لحارس المرمى اسلام طارق. ما دون ذلك الاهلي مركز جدا عن طريق الانسايد رايت، عن طريق الجبهه اليمنى اللي فيها المدافع الايسر عمرو سعداوي
فيها المسانده من محمد ليلى وفيها المعاونه ايضا من احمد حمد. ده المثلث اللي في الجبل اليسرى بالنسبه لفريق نادي الجونه. هات وخد جميله، انطلاقه حلوه تاني للجونه، محاوله عرضيه، العرضيه ابحث خطيره، محاوله تاني يحاول يعود فريق الجونه، تمشي الكره تاني على طول طويله اماميه تاني. ادي احمد ياسر ريان، احمد ياسر ريان ابنه يعني ابوه لعيب كره كبير جدا في الاهلي طبعا وقيمه كبيره، ومحاوله تاني للجونه خطيره جدا، تصويبه ممتازه، محاوله تعادل، يحاول يضغط يضغط يصوب، خطيره خطيره جدا لفريق الجونه. انما بعد 10 دقائق بدا فريق الجونه يصل هنا على ملعب فريق نادي الاهلي او على مرمى فريق الاهلي. شوف هنا الزياده العدديه 1 2 3 4، لكن برضه شوف شكل الاهلي في الشق الدفاعي، في مجموعه ممتازه في الشق الدفاعي، بتتكلم عن 7 لعيبه. وادي المحاوله على طول تاني، لكن التبريره خطيره والمحاوله خطيره والتكمله موجوده من اللاعب الان كامبادي اللاعب الاسمراني مع تشكيله فريق نادي الجونه. 10 دقائق اولى ما ماتش حلو، الاهلي مركز عن طريق الجبهه اليمنى واضح جدا، لازم سعداوي يخلي باله ولازم محمد ليلى والمسانده الجميله. عاوزين مباراه فيها يعني تنافس ممتاز وعاوزين فيها استفاده للطرفين، العلاقات الجميله اللي بتربط دايما فريق نادي الجونه بالاهلي. كره خطيره تاني، مش ممكن مش ممكن، خطيره ممتازه. رمضان صبحي يا ولد، رمضان لك الحارس ممتاز، رمضان صبحي فرصه هدف تاني تضيع وفرصه هدف مؤكد، لكن ممتاز الحارس اسلام طارق، ممتاز ممتازه ممتازه ممتازه. شوف الكره وشوف المحاوله وشوف الانطلاقه الاولى، محاولات على طول تاني بالنسبه لصالح القلعه الحمراء، كره خطيره جدا يضيعها اللاعب رمضان صبحي، فرصه الانفراد الجميله، لكن واضح ان في مشاكل بالجمله على قلبي الدفاع بالنسبه لاي وائل ومحمد نجيب، واضح ان مفيش هارموني، واضح ان مفيش يعني تناغم في الشق الدفاعي. تمشي على طول عن طريق الحارس الجول كيبر، يمشي على طول تاني اسلام طارق، حارس رقم 28 شناوي 16 ب 4 2 أو 4-3-2-1 يلعب فريق الجونة، فيها نوع من الحرص طبعا واحتراما وتقديرا للمنافس للنادي الأهلي، للعيبة أليو ديانج وعمرو السلية، والدور اللي بقول لحضراتكم عليه المجهود الوافر بالنسبة لديانج، يدي دايما حرية للسلية إنه يزيد مع وليد سليمان ومع جونيور أجاي ومع رمضان صبحي ومع مروان محسن. لما يكون أليو ديانج في حالته الأهلي يحصل له عملية زيادة هجومية، بالتالي لما السلية ياخد حرية. محاولة تصويب ممتازة والحارس حلوة 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 حلوة، تصويبة حلوة قوي، لكن ادي الجول كيبر. شوف هنا على طول التصويبة من اللاعب رقم 26 لاعب ناصر ناصر، محاولة التصويبة من ناصر ناصر، تمشي على طول الكرة تاني لصالح النادي الاهلي. الاهلي بيلعب عن طريق الانسايد رايت فقط لا غير، 12 13 دقيقة الجبل اليمنى اللي شغالة، يمشي عن طريق رمضان صبحي، يحاول يعدي رمضان 1-2، لكن يقطع على طول تاني المدافع سعداوي، يشيل على طول تاني قلب الدفاع ممتازة عن طريق نجيب، يضغط فريق نادي الجونة. الجبهه اليسرى محاولات للجبهه اليسرى، لكن على طول يطلع الاهلي الى رمي التماس، يطلع الاهلي الى رمي التماس. الاهلي يظل في الصداره في دوري المصري، دوري اللي هيقعد في رقم قياسي لشهور طويله وشهور عديده طبعا نظرا لازمه كورونا. ادي الكوره وادي الخطا، شوف هنا كارثه طبعا، المساحه دي في كره القدم كارثيه، لعيب كوره يتساب كده كارثيه، يتعلم منها لعيبه الاهلي ويتعلم منها لعيبه الجونه ويتعلم منها اي واحد حتى لو بيتفرج في الهولولولو. مفيش حد يسيب المساحه بتاعه 13 14 متر شمال ويمين وتحت وفوق وجنوب ويسار وكل حته. تمركز الدفاع بالنسبه للجونه في اول 13 دقيقه عليه اكتر من علامه استفهام، لازم الراجل يتكلم على اساس التمركز الدفاعي هنا في الشق الخلفي. لكن هدف جميل لوليد سليمان وفرصه هدف مؤكد ضاع من رمضان صبحي، كان لابد يرقص على الواسع شويه بالنسبه لحارس المرمى بالنسبه للجول كيبر، لكن ده كان اختبار حقيقي بالنسبه لاسلام طارق الحقيقه في عمليه السيتويشن بتاع 1-1. يمشي على طول الكره تاني بالنسبه لصالح النادي الاهلي، لما اشوف الاهلي خطوطه متقاربه جدا، حتى لما بيميل للجبهه اليمنى بتلاقي اللعيبه قريبه من بعض، وبيحصل عمليه الترحيل بالنسبه للاهلي بشكل مؤثر جدا، لكن واضح ان الجبهه بتاعت محمد هاني هي اللي شغاله، والجبهه بتاعت اللاعب علي معلول يعني اوت اوف اوردر او معطله يمكن لاشعار اخر. تمشي على طول الكره تاني دفاعيه اهلاويه، هنا بدا فريق نادي الجونه يصل الى نص ملعب فريق النادي الاهلي. تمشي على طول الكره تاني من جديد، ادي المحاوله كره على طول تاني انطلاقه، ادي الانطلاقه يحاول تاني الدفاع، شوف القوه الدفاعيه، لكن في الاخير الى ركله المرمى. بيحاول الاهلي في السنوات اللي فاتت انه يقوي حته الاثنين بتاع قلب الدفاع، كان في مشاكل كتيره فتره من الفترات. وادي رمضان صبحي لعيب الحياه، ولد ما شاء الله عنده عضله حصان، بص رمضان صبحي تحس ان العضله الاماميه والخلفيه ما شاء الله ما شاء الله عضله خيل، يعني عضله خيل. الستارت بتاعه من الثبات في موضوع ال1-1 دايما رمضان عنده حقيقة، لان الحياه الغيار بتاعه والباور بتاعه والستارت في 1-1 عنده قوه كبيره.
واضح وعنده ميزات ممتازه ما شاء الله. انطلاقه حلوه جميله اهلاويه، انما الاهلي يعمل ماتش كبير ويسدد تسويبه حلوه، والمره دي الى حارس المرمى الحارس اسلام طارق. شوف خطا طبعا كبير جدا في اول دقيقتين كلفه هدف في مرمى. وما ننساش طبعا الاثنين السنتر باك كمان بتوع نادي الجونه يتسالوا، اكثرهم يمكن محمد نجيب لو دخلنا له اي وقت دخلوا 30-40%، لكن وضحت حتى من الكوره بتاعت اللاعب رمضان صبحي ان في مشاكل في التمركز الدفاعي. واحد يسال سؤال يقول لك هل ناصر واللاعب كومبادي واللاعب محمد ليلى المثلث بتاع نص الملعب عامل ادواره ام لا؟ هل عدم رجوع الثلاثه بتوع نص ملعب الجونه هو اللي عامل بعض المشاكل بالنسبه للاثنين السنتر باك بتوع نادي الجونه؟ هل اللعيبه الاطراف بالنسبه لسعداوي وبالنسبه لاحمد صبحي مدافع الاطراف سواء اليساري او اليميني ما بيضموش لجوه وما بيعملوش تغطيه عكسيه؟ هل التناغم، هل الهارموني مش موجود ما بين السبعه لعيبه دول الاربعه المدافعين والثلاثه الاخرين؟ ادي الكرات العاليه الطويله الاماميه، لكن الاهلي زي ما قلت لحضراتكم من الجانب الايمن فقط من الناحيه اليمنى فقط يطلع على طول ثاني الدفاع، يطلع على طول ثاني الدفاع. ادي المدافع او لاعب نص ملعب كيامبادي، كيامبادي سبع لعيبه في الجونه او يعني ثمان لعيبه في الجونه من النادي الاهلي، ثمان لعيبه في الجونه من النادي الاهلي، خمسه منهم يعني او خمسه اللي حته خمسه اللي قرار على اساس ان اللاعب احمد حمدي في فرصه ان الاهلي ممكن يعودوا او يرجعوا تاني من جديد. ادي صالح جمعه، الناس كلها بتحب صالح جمعه لعيب كوره من اللعيبه الممتازين. شوف بيرتدي القميص رقم 10، وما ادراك ما القميص رقم 10، اتقل تيشيرت في عالم كره القدم لما يعني يملكه من تاريخ بالنسبه للنجوم ارتدوا هذا القميص. وما ادراك ما القميص في النادي الاهلي طبعا صالح جمعه، لكن في الاخير في خطا وركله حره مباشره في السن بتاع صالح جمعه ده، المفروض يعني يستقبل اي نصيحه مهمه جدا، لان خلي بالك عمر مهم وفتره مهمه من حياتك، وربنا رزقك ان انت تلعب في قيمه نادي بقيمه النادي الاهلي. الموضوع كبير والموضوع والحدوته كبير. لما تيجي تتكلم مع صالح جمعه بعد 10-15 سنه يعرف الكلام ده كويس، لكن هيبقى وقتها بقى خلاص يعني اللي عدى عدى واللي راح راح، واذا الوقت خلاص ما استثمرتوش المشكله تبقى كبيره، المشكله تبقى كبيره. ركلة حرة مباشرة على طول تاني خطأ في نص الملعب، خطأ في نص الملعب. شوف ما شاء الله محمد صلاح الناس كلها بتشيد بيه، لأن محمد صلاح يعني مرة قال لك كلمة تقينا بيه في روما، قال لك أنا عرفت وقتي أو عرفت قيمة الوقت وعرف قيمة الفرصة، ولما راح إيطاليا عرف التحرك في الملعب، وقال لك إن سباليتي علمه إزاي يتحرك في الملعب. لما بتجيلك فرصة مع مدربين كبار مع أندية كبيرة وما تقتصنصهاش يعني بتبقى في مشكلة كبيرة. لذلك صالح جمعه مهم جدا جدا يحافظ على الفرص اللي ممكن تتيح ليه ان شاء الله في الفتره اللي جايه، لانه لعيب كل المدربين اجمعوا عليه انه عنده موهبه وعنده تالنت كويس، ولعيب يستاهل انه يرتدي التيشيرت بتاع فريق بقيمه النادي الاهلي. ترجع الكره ثاني على طول 17-18 دقيقه تقدم بهدف وحيد مقابل لا شيء. والنهارده في حاجتين ملاحظتين في اول 18 دقيقه، الاهلي يلعب من على اليمين ويخلي وليد سليمان هو اللي يجي من خلف، وما شفناش المحطه كالعاده بالنسبه فضائيا او ارضيا عن طريق مروان محسن بعد 18 دقيقه لعب. يمشي على طول الكره تاني جونه، خلص الكره جميله، جونه وصل لملعب الاهلي بعد 10 دقائق، يبتدي الان في العشره الثانيه يحاول يصل، يرتدي ينطلق الان قله عدديه، اول مره جونه عنده عدد وافر من اللعيبه، يمشي كره تاني عن طريق جبل يمنى عن طريق العرضيه، لكن متاخر جدا طبعا. عن طريق اللاعب احمد صبحي، النهارده مدافعين الاطراف مهمين جدا تبني عليهم الستارت، السرعه، القرار، التوقيت، الكواليتي بتاع العرضيه، لكن الاهلي بصراحه ناجح انه يقرب خطوطه الثلاثه، وناجح ان كل الكرات العرضيه حتى لو وصل الجونه ما بيكونش في خطوره مؤثره على مرمى الحارس الشناوي. ادي وليد سليمان، ادي وليد سليمان لعيب عنده حب كبير جدا مع جمهور الاهلي مع الجمهور المصري كله، لاعب دولي كبير. تمشي كره ثاني على طول 19 دقيقه لعب، ملعوبه الكره تاني على طول للامام عن طريق لاعب محمود متولي، محمود متولي يضغط على طول تاني فريق الجونه. وادي ريني فايلر، ادي فايلر الرجل اللي موجود النهارده على راس منظومه الجهاز الفني بالنسبه للنادي الاهلي. اخر محطه ليه كانت نادي لوتسرن السويسري، اخر محطه او اخر فريق مرنه، وبالمناسبه نادي لوتسرن ده عنده توأمه كمان مع فريق نادي الجونه بالمناسبه. جون عنده توأمه مع فريقين، فريق اوروبي ونادي لوتسرن السويسري، وفريق قنبلة سيتي، فريق قنبلة سيتي اللي تقابل مع الاهلي في عده مرات عنده توأمه ايضا مع فريق نادي الجونه. منهم نادي لوتسرن السويسري اللي كان ريني فايلر في اخر محطاته طبعا يعني التدريبيه. في اخر محطاته التدريبيه. هذا الخط على طول تاني ركله حره مباشره. تروح لصالح اللاعب علي معلول، مدافع الايسر يجي من الناحيه اليمنى عشان يعمل اللفه فيها. وطالع مدافع القلب على طول الدفاع الاهلاوي ينطلق للثلث الامامي
عن طريق اللاعب رقم 6 ياسر ابراهيم. يضغط ياسر ابراهيم، ياسر ابراهيم ومحمود متولي والدفاع القوي الحديد، الدفاع القوي الحديد رامي ربيعه وحجازي، احمد حجازي فتره من الفترات لما الاهلي كان عنده بعض المشاكل لما اتى بالنجوم دول والاصابات رجعت او اللعيبه تم شفائها فرق كتير جدا دفاع الاهلي في فتره من الفترات كان عنده مشاكل في الاثنين السنتر باك. النهارده في هذه المباراه مفيش مشكله لحد الان بعد 20 دقيقه لعب. ادي وليد سليمان الوزن زايد شويه، هل في 2 3 كيلو زياده ولا حاجه؟ انما على طول تاني تمشي كرة تاني الامام، شوف اي ذكاء واي خبره. توقع هنا بتاع وليد سليمان خبرات كويسه جدا طبعا، وتاخر طبعا في المراقبه وعدم مراقبه كويسه بالنسبه للهدف اللي دخل مرمى فريق الجونه. تمشي على طول الكره تاني اماميه محاوله لكن الى حارس المرمى خطيره جدا، والتصويبه لكن بعيد، تصويبه لكن بعيده الى ركله مرمى. الفرص دي على فكره المفروض لاعيبه الاهلي يعني ما فيش حاجه من الكلام ده كله يجلي طبعا، تلعب على كوارتر فاينل، بتلعب على سيمي فاينل، بتلعب على بطوله قاريه افريقيه، بتلعب على اميره سمراء، عشاق الاهلي وعشاق الدنيا كلها بتامل من خلالها. وادي المحاوله في التصويب هنا لكن تسديده وحشه جدا الى ركله مرمى، تسديده عن طريق لاعب جونيور اجاي. ادي جونيور حاول بالتصويب بالقدم اليسرى، ادي جونيور شوف قوي جدا ما شاء الله، ما عندوش رقبه يعني كتف في راس على طول اللاعب جونيور اجاي، قوه بدنيه كويسه وده مهم جدا طبعا بالنسبه للعيبه الافارقه، وده بيميز اللعيبه الافارقه. خطا على طول تاني وركله حره مباشره، ركله حره مباشره، فريق الجونه عنده 20 نقطه، فريق اللي بيبحث في هذا المساء ويبحث عن احلى بدايه مع عوده الدوري، ان ماتش او ماتشين ممكن يدخلوه في حته فيها امان كبير جدا عن المكان اللي هو فيه طبعا فريق الجونه، ويملك مجموعه ممتازه من اللعيبه، ويملك عقليه استثماريه ممتازه، ويملك جهاز اداري وفني على اعلى مستوى. تمشي كره تاني على طول الاوفر لاب اتعامل مع رمضان صبحي، دخل هاني لجوه، تمشي على طول الكره تاني، شوف التحرك بدون كره مهمه جدا، الجبهه اليمنى الاهلي بيعملها كويس، محاوله عرضيه خطيره لكن يطلع تاني دفاع ممتازه الى ركله مرمى. ادي التغطيه العكسيه من الباك اليمين احمد صبحي، وادي مروان محسن، مدربين كتير جدا مساعدين مدربين ولاعيبه لعبوا اتكلموا بيتحدثوا على ان رمضان اللاعب مروان محسن من احسن اللعيبه بتعرف تتحرك جوه البوكس، لكن يبقى دائما السنتر يعني المهاجم ده قيمته بالقصه التهديفيه، الكره الحديثه بيبقى محطه في فتره من الفترات وحسب ما بتتغير الاحوال وحسب المنافس وحسب الاثنين المدافعين وحسب الاطراف بتاعتك وحسب بتلعب براسك ولا بتلعب بدماغك، الموضوع فيه شغل كتير. تمشي على طول الكره تاني لصالح فريق نادي الجونه اللي دخل الملعب ودخل المباراه متاخر بعد حوالي 8 9 دقائق لعب، اول 5 دقائق تقريبا الجونه كان في نوع من عدم التركيز امام فريق الاهلي في هذا المساء. تمشي على طول الكره تاني جميله جدا، محاوله تحرك بدون كره، الاهلي بيتحرك بدون كره كويس في التنت الامامي لكن على طول الى ركله مرمى. شوف الاهلي بعد 22 دقيقه لعب لما تشوف الربع ساعه الاول تلاقي عدد وافر من اللعيبه كان بيروح للشق الهجومي، في اخر 7 دقائق بنمر بيهم او في منتصف احداث الشوط الاول بدات القله العدديه في الشق الهجومي للاهلي تقل شويه، لما تيجي تقارنها ما بين اول ربع ساعه وتقارنها ما بين اخر 7 دقائق. ترجع الكره تاني لحارس المرمى على طول اسلام طارق، يلعب اسلام طارق لو اي وقت يلعب على طول تاني، شوف الاهلي بيضغط فيه ما بيديش مساحه هنا ولا زمن، الاهلي ما بيديش لعيبه الجونه هنا مساحه ولا زمن في ضغط من الثلث الثاني في ملعب فريق نادي الجونه، هو الثلث الثاني كمان يعني الثلاثه لعيبه بتوع نص ملعب ناصر ناصر وكيامبادي ومحمد ليلى هيكون في كلام كتير الحقيقه مع بيدرو ما بين الشوطين، ثلاثة لعيبة دول بيحاولوش يخرجوا الكرة كويس، ادي صبحي الباك اليمين صبحي لكن على طول يضغط وفي دينش راسبلي ركلة حرة خطأ وفاول على اللاعب ياسر ابراهيم، خطأ على ياسر ابراهيم في الناحية بتاعة اللاعب علي معلول، ركلة حرة مباشرة ادي الخطأ على طول تاني، شاف الباك رايت هنا وادي المساحة والفاول ممتاز، واضحة جدا جدا واضحة جدا جدا، خدوا على طول من الستارت لعيب المدافع اليمين ده السرعات والقوة الجميلة يطلع في التوقيت المناسب، عنده جراءة يعرف يخش لجوه امتى، اطراف الان مهمة جدا جدا، شوف هنا اللاعب صبحي دخل وعمل فاول في مكان خطير، ادي محمد نجيب صديق الامس ورفيق الضرب في السنوات كانت مهمة جدا وعمل بطولات ممتازة نجيب، ركلة حرة مباشرة على طول تاني فريق جونة، كرة خطيرة ممتازة لكن على طول ركنية، على طول ركنية على فريق الاهلي، ركنية على فريق النادي الاهلي، 24 دقيقة لعب، وادي احمد ياسر ريان شوف الكورة وادي المحاولة، ابوك كان لعيب كورة كبير جدا طبعا، والنهاردة معانا كوكبة طبعا من نجوم ومعانا كوكبة من اللعيبة الكبار اللي كانوا يعني ارتدوا قميص النادي الاهلي في السابق في سنوات، كلهم بتوع بطولات، ايمن شوقي وعلاء ميهوب ومحمد يوسف وعادل مصطفى والعجيزي
وكل اللي قعدوا على هذه الكراسي وكل اللي نالوا مناصب ياما سجلوا بطولات مع القلعة الحمراء. لا ليتذكر من يتذكره، يعطي من يعطيه، يحب من يحبه، يبادل الحب بالحب. ما ينفعش من طرف واحد، خطيرة خطيرة من طرف مهاجم خطير، لكن يا سلام الشناوي، ممتازة الشناوي، ممتازة الشناوي. تلت ساعة أخيرة مع نهاية الشوط الأول وأخطر فرصة على فريق النادي الأهلي. ممكن يقول التمركز الدفاعي ما كانش كويس كمان، يا ولد لعيب ممتاز الجونة، يحاول يعدي لعيبة الجونة، بتحاول دلوقتي سواء أحمد حمدي أو إسلام محارب أو أحمد ياسر ريان. مثلث خطير جدا، مثلث الجونة خطير، إسلام محارب وأحمد حمدي وأحمد ياسر ريان. شوف هنا الكورة، مفيش تمركز، مفيش أوفسايد، كورة حلوة جدا، كورة خطيرة، كانت عاوزة لب أعلى شوية، لكن الشناوي ما شاء الله عليه طول وقامة، حاجة جميلة، حاجة جميلة بيه طبعا، وباشا وفندي، تقدر تقول عليه أي لقب ما شاء الله. دلوقتي الشناوي حارس مرمى قيمة كبيرة، وحارس مرمى أستك، وحارس مرمى يعني عنده رؤية وعنده صفات ممتازة، وبيعرف يلعب الكرة برجله في توقيت ممتاز، وبيعرف يقوم بدور المدافع الثالث في السنتر باك في القلب هنا في توقيت مهم جدا، وعملها في الماتش الماضي للأهلي. لا 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 الحقيقة ما شاء الله دلوقتي يعني نمسك الخشب، شناوي من الحراس الممتازين اللي يمتع عينك كرة قدم جميلة لحارس مرمى كبير، لحارس مرمى كبير. تمشي على طول الكرة تاني علي معلول، واحد من أفضل مدافعين الأطراف الناحية اليسرى في أفريقيا. تمشي على طول الكرة تاني على طول عن طريق السلية، عمرو السلية يلعب الكرة تاني أمامية طويلة عالية، بدأ تاني الهجوم، أدي المثلث الهجوم الخطير، لكن دايما في زيادة عددية بالنسبة للأهلي. المرة دي يتعامل العمق الدفاعي كويس عن طريق اللاعب ياسر إبراهيم وعن طريق اللاعب محمود متولي في عملية الرقابة. يمشي الأهلي تاني عن طريق الجبهة اليمنى، جبهة اليسار بالنسبة للأهلي معطلة تماما. الأهلي لعب حوالي 26 دقيقة منهم 24 دقيقة في الجبل اليمين. شوف الأهلي بيلعب بالجبل اليمنى مركز جدا. تمشي على طول الكرة تاني عالية خطيرة ممتازة، والحارس ادي الحارس الجول كيبر، لكن المرة دي سهلة إلى حارس المرمى إسلام طارق. مباراة حلوة، شايفين إن هي فيها سرعة، فيها ديناميكية، فيها حركية، وأعتقد إن فيها استفادة من الطرفين بالنسبة لصالح نادي الجونة وبالنسبة لصالح النادي الأهلي. ادي الكرة الطويلة، وادي إسلام طارق هنا، ادي الكرة على طول تاني ملعوبة، لكن ادي الانطلاقة، شوف المحاولة وشوف الكرات الأمامية، لكن على طول استخلاص تاني. جهاز الفني جهاز مميز جدا جدا بالنسبة لفريق نادي الجونة، مع بدرو، مع مجموعة الرفاق، مع حسام غالي، مع أسماء الحياة ممتازة جدا في الجهاز الفني بالنسبة لفريق نادي الجونة. نادر شوقي عامل شغل جميل، محمد الحصري، كل دول عشاق لكرة القدم وأضافوا إضافات ممتازة. محمد الحصري طبعا المدير التنفيذي للنادي دلوقتي، واحد من اللعيبة اللي كانوا ارتدوا قميص نادي دجلة وقميص نادي الإسماعيلي. دي الكرة الخطيرة بتاع الهدف الوحيد في المباراة، نما أي روعة وأي توقع وأي خبرة من وليد سليمان، والآن طبعا بيلعب في أوقات كتيرة جدا بخبراته النجم الكبير وليد سليمان. هدف حلو جدا جدا، وبعد نص ساعة واقتربنا نص ساعة الحكم يدي طبعا البريك المعتاد في المباريات الودية. مباراة حلوة جدا، ويعني بيحاول الأهلي يجرب النهاردة تشكيلته ب 4-2-3-1 بوضعية أليو ديانج، وادي المدرب السويسري ريني فايلر اللي قلت لحضراتكم عليه في محطاته الأخيرة مع نادي لوتسيرن السويسري، واللي كانت المحطة الأخيرة ليه قبل قدومه إلى النادي الأهلي. امبارح في لقاء مع النجم الكبير كابتن هاني رمزي اتكلم على مشكلة اللاعب العربي بشكل عام، ودي واضحة جدا طبعا في آخر 10 سنوات لازم كل المدربين يشتغلوا عليها، إن اللعيب بعد الكورة وهو معوش كورة شكل تحركه عامل إيه. ادي استاد مختار التتش، ملعب التتش، ملعب التاريخي، الملعب ده كان استقبل بطولة أفريقيا، والملعب ده لعب عليه كل نجوم النادي الأهلي، كل الأساطير اللي لعبوا للأهلي لعبوا على هذا الملعب، والملعب ده لو النجيلة بتاعته يعني بتتكلم كانت اتكلمت على عظماء كبار جدا لعبوا للنادي الأهلي. ادي محمد ناجي جده، افضل بديل في 2010، والنجم الكبير جدا مع استون فيلا، واحد من اللعيبه الثلاثه هو واحمد فتحي نجم النادي الاهلي والمحمدي اللي عملوا شغل جميل مع نادي استون فيلا لما كان موجود المستشار الاعلامي المصري، وكنا نفتخر بيه الحقيقه، عمر البنوبي مع تشيك تومسون المدير اللي كان مدير النادي في هذا التوقيت، ومع جورج هاتسون اللي كان ايضا مدير التسويق. هذا الاسم العربي المصري كان هو اللي ماسك الجزء الاعلامي هنا في الشرق الاوسط لما كانوا نجوم النادي الاهلي جده وفتحي، وكان النجم الكبير المحمدي كانوا بيلعبوا مع نادي استون فيلا، فريق الكبير جدا ايضا اللي بنفتخر الحقيقه ان صاحب نادي استون فيلا السيد نصيف ساويرس، مع شراكه طبعا بالنسبه لداني انديز رجل الاعمال الامريكي المعروف، واللي عندهم شراكه يعني في اكثر من حاجه، عندهم شراكة في أكثر من حاجة. بتسعد لما تشوف اسم عربي مصري جميل يستثمر في كرة القدم ويستثمر في الرياض.
يستثمر في كرة القدم ويستثمر في الرياضة. 30 دقيقة لعب، تقدم الآن بالنسبة لصالح الأهلي، هدف وحيد مقابل لا شيء. رمضان صبحي الشغل الأمامي بالنسبة للأهلي ممتاز، وليد سليمان جونيور أجاير، رمضان صبحي تحركهم ممتاز، في حركة في ديناميكية، لكن من الجبهة اليوم مركزين عليها. الدور المعتاد بتاع مروان محسن النهارده مش حاضر قوي، تحرك والقدوم من الخلف الامام بالنسبه لوليد سليمان هو اللي كان سبب في هدف وحيد جميل. ما ننساش طبعا ان الهدف كان فيه خطا كبير ومشترك ما بين الحارس وبين الاثنين السنتر باك بتوع نادي الجونه. تمشي على طول الكره ثاني، ملعوبه طويله اماميه، هذه الانطلاق في هال سيتي. نجوم الكبار جدا، جدو، فتحي، المحمدي، ايام هال سيتي، الايام الجميله والكره الانجليزيه والدوري الانجليزي الجميل والتالق الجميل بالنسبه للعيبه المصريين هذا الموسم، سواء بالابقاء سواء بالبطوله، حاجه جميله جميله الحياه. ربع ساعه اخيره اصدقائي المشاهدين، ولا زال التقدم لصالح الاهلي، هدف مقابل لا شيء عن طريق وليد سليمان. وليد سليمان تمشي على طول الكره الثانيه يا سلام. نشوف نادي الجونه برضو بعض الاوقات بص تلاقي ثلاثة مدافعين هنا في الخلف، بيدي مساحة دايما على طول للاعب سعداوي، لأن المفروض يقوم بنفس الدور بتاع اللاعب علي معلول، دايما هو اللي بيمط الملعب يعمل استريتش لفوق. بتلاقي الأربعة المدافعين واخدين شكل في اعوجاج شوية بالنسبة لفريق نادي الجونة. ال 14 دقيقة الأخيرة على نهاية الشوط الأول في مباراة ودية، في بروفا أخيرة الأهلي يبحث قبل المشاركة والعودة بالنسبة للدوري المصري وقبل المشاركة مع الأميرة السمراء. يمشي خطير جدا، ممتاز، انطلاقة حلوة يا ولد، عرضية حلوة، عرضية لكن سهلة. شوف هنا المدافع، يعني هل شخصيته فيها نوع من الخوف شوية؟ كان ممكن يروح لفوق شوية وكان ممكن هو يعمل الشغل، لكن عمل الكورة ببطن القدم على طول تاني وان تاتش. بدأ الأهلي يدي مساحات ما كانش بيديها تقريبا في أول 20-22 دقيقة، وبدأنا نشوف المدافع الأيمن أحمد صبحي يعمل خطورة كبيرة بالنسبة لفريق نادي الجونة، سواء بعرضياته بالنسبة لأحمد ياسر ريان أو إسلام محارب أو أحمد حمدي. وبدأنا نشوف عدم الرقابة اللي كان فيها أفضلية في الثلث الساعة الأول بالنسبة للنادي الأهلي في هذا المساء. رمي التماس على طول تاني، أدي هنا الرقابة، متابعة من محمود متولي. محمود متولي نشوف لما بيتحرك الحقيقة، يعني اللاعب ألان كامبادي بيعمل خطورة وبيحاول يضغط تاني، لكن شوف الأهلي دايما، دي الميزة اللي عاملها اللاعب أو المدرب يعني ريني فايلر بصراحة، دايما شكل الأهلي في الشق الدفاعي وشكله في الشق الهجومي يعني في توازن. نستثني يمكن الدقيقة 22 الدقيقة 23 لما الأهلي راح وهاجم كان عنده قلة عددية، ما دون ذلك الخطوط فيها نوع من التقارب بشكل أو بآخر. بشكل أو بآخر النهارده عمرو بركات موجود على بدلاء نادي الجونه، واحمد مجدي، عمرو احمد عموري، واحمد فكري اباظة، والشبراوي، وهيثم محمد، وفادي طلعت، واحمد سليم، وكريم نبيل. الدنيا كلها لعيبه كلها موجوده على مقاعد البدلاء. كره خطيره جدا هدف تعادل الاول ممتاز، لكن في اوف سايد، في اوف سايد، في اوف سايد، يلغي المساعد الهدف هنا بتاع التسلل عن طريق احمد ياسر ريان. ما شاء الله عليه ستايل، لعيب هايل على فكره احمد ياسر ريان، نجم كبير جدا، وجينات ابوه جت مع الولد مشيت معاه وبقى واحد من النجوم الكبار جدا. النادي الاهلي ايضا بيعيرهم لمده عام مع ثلاثه من اللعيبه، اكرم توفيق ومع محمود الجزار. واحمد ياسر ريان حضر الاهلي تاني للتسديد عن طريق السوليه، مشى معاه في الايام اللي فاتت في التصويب من خارج ال 18 عمرو السوليه، كما كوره جميله لكن في تمركز للمساعد ويبدا اوف سايد على فريق نادي الجونه. الشناوي بص بيطلع فين الشناوي، الحاجات دي كلها على فكره بتفيد الاهلي جدا، معاك يكون حارس مرمى بيعرف يستلم برجله كويس سواء تحت ضغط او من غير ضغط، وسواء يعرف يوصل الكوره كويس. اول مره الشناوي يعمل الكره الطويله الاماميه عن طريق اللاعب علي معلول، لكن غريبه النهارده الاهلي بعد 33 دقيقه لا ينوعش من هجماته في الجبهه اليسرى، مركز جدا عن طريق الجبهه اليمنى، ومركز ان يكون وليد سليمان هو اللي ياتي من خلف الامام. رمضان صبحي في عمليه سيتويشن وتبديل لمراكز، جات له فرصه كان ممكن يزود هدف ثاني. فريق نادي الجونه دخل المباراه بعد حوالي 10 دقائق لعب، يعني بقاله 23 دقيقة الجونة أمام الأهلي راس براس وكتف بكتف وند بند. الاستحواذ حتى بتاع القلعة الحمراء قل شوية لما بدأنا نشوف فريق نادي الجونة دخل الملعب ودخل التلت الثاني والثالث من ملعب الأهلي. تمشي على طول الكرة تاني يا سرية، يحاول يضغط تاني فريق الجونة، لكن على طول الكرة إلى رمي التمس، إلى رمي التمس، واحد يضغط والثاني وراه والثالث وراه. شوف الكرة هنا راح تلعب الكرة، أدي الكرة وأدي التسلل هاي، تسلل واضح جدا وأوف سايد على فريق نادي الجونة. لعبت الكرة، شوف الكرة العرضية هنا على طول تاني، وهنا على طول الاوف سايد. اللاعب لؤي وائل مدافعين القلب، شفنا مرة يروح ويزيد ياسر ابراهيم ومحمود متولي، وادي لؤي وائل ترجع الكرة تاني على طول إلى حارس المرمى اسلام طارق. لازم يخلي باله كويس قوي اسلام طارق،
في عمليه القرار، القرار اللي خده خروجه من المرمى كان خروج خاطئ، ووليد سليمان بخبرته الكبيره بقى خبره ماتشات توقع الخطا ما بين المدافع بتاع القلب وما بين حارس المرمى وسجل هدف اول جميل لصالح النادي الاهلي واعطى له الافضليه في الدقيقه الثانيه من عمر المباراه. رمي التماس على طول ثاني يساري، الاهلي يحاول يستفيد استفاده قصوى. مجموعه اللعيبه اللي يبدا بيها النهارده الاهلي برضه معاه مجموعه من اللعيبه البدلاء، موجود مع علي لطفي وعربي بدر واليو بادجي واحمد فتحي ورامي ربيعه ومجدي قفشه وايمن اشرف محمود كهربا وجيرالدو، بالاضافه للاعب محمد شكري. مجموعه اللعيبه اللي موجوده مع بدلاء النادي الاهلي، محمد هاني يمشي كره ثانيه على طول بالنسبه لصالح الاهلي، وان تاتش لكن قويه شويه، قويه يلحق ثاني خطيره ممتازه ولد وليد سليمان، لكن الكوره الى ركله ركني، ركله ركنيه ادي وليد سليمان. لكن شوف الاهلي لما بيروح بعدد وافر من اللعيبه بيعمل مشاكل، شوف مروان محسن لما بيكون محطه موجوده برضه بيعمل خطوره كبيره على فريق نادي الجون. شوف لا تخد، شوف تحرك بدون كوره مهم جدا يا جماعه، التحرك افتر ذا باس مهم جدا، شغله كله بدون كوره في المساحات اللي بدون كوره، واللعيب خلي بالك ممكن ياخد فتره طويله لو ما تقابلش بمدربين عظام، مدربين عالميين، مدربين كبار يعرفوا يحركوه ازاي في الملعب بعد الباص. شوف هنا مجموعه اللعيبه اتحركت بسرعه، الستارت حصل، الاهلي ياخد ركنيه عن طريق علي معلول يعملها بالعكسيه خطيره، والحارس المره دي سهله بالنسبه له اسلام طارق، جت لقاها في ايديه يمشي على طول تاني فريق نادي الجونه، ما ماتش حلو بصراحه، كره جميله 36 دقيقه لعب، يمشي على طول المدافع الايمن احمد صبحي، احمد صبحي كل اللعيبه امام الاهلي وامام الفرق الكبيره بتحاول ان هي تعمل عمليه ماركتنج وتسويق ليها، الظهير الايمن واحد من ابرز اللعيبه مع فريق نادي الجونه احمد صبحي في الافتايم الاول، مثلث الامامي اسلام محارب واحمد حمدي واحمد ياسر ريان في اوقات كثيره من الثلث الثاني من عمر الشوط الاولاني بداوا يعملوا مشاكل نوعا ما بالنسبه لدفاعات النادي الاهلي. يمشي على طول ثاني علي معلول، علي معلول مش راكب الناحيه الشمال النهارده للاهلي شويه، ادي علي يمشي على طول الكره ثاني لكن يقطع الدفاع الاهلاوي ممتاز، ادي قيمه اللاعب مدافع وسط الملعب طبعا اليو ديانج انه يرجع ويكون مثلث امام ياسر ابراهيم ومحمود متولي، يعني لازم يكون دايما قاعده. ادي مروان محسن المحطه الفضائيه، مروان محسن يقطع على طول ثاني فريق نادي الجونه، يمشي عن طريق اللاعب احمد ياسر ريان، احمد ياسر ريان الاب يلعب على الملعب ده وبعد كده الابن يجي يلعب على الملعب ده، في شوبير احمد شوبير وفي مصطفى شوبير، في مجموعه كبيره من اللعيبه اللي ابتدوا قميص النادي الاهلي في السابق ابنائهم واولادهم بيلعبوا في الفرق الكبيره وبتمشي الدنيا، بعد ما الاب يلعب 20 و30 سنه يجي بعد كده الاب الابن يلعب ويثبت ان العمليه مش بالمعرفه مش بالواسطه بالقدرات. قبلهم طبعا كان النجم الكبير اكرامي ابنه شريف اكرامي، شريف اكرامي واكرامي اكرامي ده كان حدوته كبيره وتاريخ كبير جدا في كره القدم بالنسبه للنادي الاهلي، الملعب ده كان شاهد عيان على تاريخ جميل جدا لجيل عظيم، يعني تقعد ست سبع ايام عشان تقول الاسماء اللي لعبت الاهلي على هذا الملعب. تمشي على طول الكره ثاني خطيره عرضيه ثاني، الانديه تاريخ والانديه بطولات والانديه قصص وحكايات وروايات، والجونه يبحث الان عن اليمين، الاوفرلاب جميل، شوف باك رايت، شوف الباك رايت في توقيت خد القرار بالتصويب، حلو جدا فريق الجونه يقدم مباراه كويسه، وكل ما يكون الجونه في حالته وفي فورمته النادي الاهلي يستفيد من التجربه ويستفيد من النديه والوديه. يمشي على طول الكره ثاني ديانج، الحبه السمراء جميله، جمله سمراء جميله يا ولد، لكن يقطع على طول الدفاع، يطلع على طول الدفاع. سبع دقائق اخيره اصدقائي المشاهدين على نهايه الشوط الاول، والتقدم لسه لا زال حاضر وموجود، الاهلي يتقدم عن طريق الخطا الكبير في الدفاع ثم وليد سليمان ثم الاوفرلاب ثم هاني يا ولد وليد في البعيده في المقص، لكن يقطع تاني على طول فريق نادي الجونه، ينطلق الجونه في الكاونتر اتاك او في السبيد اتاك بالمسمى الحديث، شوف واحد اثنين ثلاثه اربعه، اربعه ضد اربعه، المهاره الستارت جميله، لكن يا سلام على العمق الدفاعي يا ولد العيب، سلام على العمق الدفاعي يا ولد العيب. الحته دي أهم ميزة عند مدافع القلب وعملية التقدير يا جماعة، شوف عملية التقدير هنا كانت 10 على 10 من ياسر إبراهيم، شوف ياسر إبراهيم، شوف التقدير بتاع ياسر إبراهيم يا ولد، الخطوتين وعارف إن الراجل هياخد كده، لأن الحقيقة محمود متولي موجهه إنه يروح في الجبهة اليسرى، وهنا التمركز الجميل ما بين ياسر إبراهيم وبين محمود متولي، الاثنين دول لازم يلعبوا عدد ساعات كتير مع بعض زي الطيار والمساعد بتاع الطيار، الاثنين لعيبة بتوع القلب دول لازم زي الطيار والمساعد بتاعه. الساعات بتاعتهم كتير يعملوا هارموني ممتاز، هاني يا ولد في الجبل اليمنى ممتازه هاني، تصويبه باليسار جميله، لكن الكره على طول تاني ركله مرمى. دي احد الميزات والصفات بتاع المدافع اليمين، بيعرف يشوط باليمين والشمال، لما دخل لجوه محمد هاني قفل عليه المدافع هنا زاويه تسديد من الجبل اليمنى وحاول بالقدم اليسرى لكن الى ركله مرمى. 40 دقيقه لعب، لقاء من وجهه نظري فيه ديناميكيه وفي حركيه وفي تيمبو وفي سرعه وفي اداء استفاد منه وفي تاكتكس بيشتغل عليه ريني فايلر في شوط المباراه الاولاني.
40 دقيقة لعب. هذه المحاولة على طول تاني بالنسبة لصالح النادي الأهلي، محاولات أمامية، محاولات الانطلاقة ومحاولات البحث عن هدف الرجوع بالنسبة لنادي الجونة، وهدف تاني بالنسبة للأهلي. شوف الأهلي الضغط العالي لما بيعمله بيعمل مشاكل لعيبة الجونة، لما بيضغط الأهلي ضغط عالي بيعمل مشاكل. هذه الانطلاقة الخطيرة تاني ممتازة، لكن يطلع على طول تاني الدفاع، يطلع على طول تاني الدفاع إلى ركلة ركنية. إذا 40 لعب، أدي وليد سليمان قيمة كبيرة جدا، حب وعشق بالنسبة للكيان، بالنسبة للنادي الأهلي. لعيبة بتلعب لأندية كبيرة زي الأهلي وما شابه في أوقات ممتازة جدا وأحيان ممتازة مهمة جدا فيها القرار، يا تاخد القرار ويعليك ويسكنك في الدور السابع، يا تاخد القرار وتنزل الأرض في الناحية الـ 76، يعني قرار في حياتك يمشي ويقعدك وتمشي الأمور وتتطاول الأمور وتتعدى الأمور. وبعد كده خلي بالك لعيب الكرة الذكي يعرف ان عنده مشوار تاني بعد الاعتزال. خطيرة التانية يا ولد، خطيرة التانية، هدف عالمي، هدف عالمي جميل 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 يا ولد. لعيب ياسر ابراهيم يسجل هدف جميل، اي ارتقاء واي تكتكس واي ربط جميل. انما شوف 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 الكرس، شوف شوف الكرة وشوف الركنية الجميلة، وشوف ياسر المراقبين هنا مش موجودين، المتابعين مش موجودين، شخصية جراءة جميلة يا ولد، يسجل هدف تاني جميل جميل. واضح ان جونة عنده مشاكل هنا في عملية التمركز، عنده مشاكل في الكرات، في بعض التوهان والنسيان في عملية الرقابة. وهنا طبعا اللعيبة اللي جاية من خلف ياسر ابراهيم واصدقائه ورفاقه في الاهلي يتقدموا بتاني الاهداف. هدف تاني جميل. انما شوف علي معلول يعمل الركنية وصفة، يعمل الركنية وصفة، واحد من اللعيبة الكبار جدا والمكاسب الكبيرة للنادي الاهلي بصراحة، اللاعب علي معلول. ادي كهربا نجم الكبير احمد فتحي، ده مشوار طويل طويل احمد فتحي، وجنب منه كهربا، مجموعة اللعيبة البدلاء الممتازين النهاردة اللي ممكن نستمتع من خلالهم من خلال هذا المساء، واللي اكيد هيتم تبديل بعض اللعيبة في هذه الليلة. في اللاعب اليو باتشي، في عربي بدر، وفي رامي ربيع، محمد او مجدي قفشه موجود، محمود كهربا، وجيرالدو، محمد شكري، بالاضافه للحارس علي لطفي. ادي على طول المدافع الايسر هنا سعداوي، ادي السعداوي مدافع الناحيه الشمال. سبحان الله الاهلي يلعب من اليمين اكتر، والجونه كمان خطورته اكتر عن طريق المدافع الايمن اللاعب احمد صبحي. تمشي على طول الكره تاني بالنسبه لصالح فريق نادي الجونه. عملية الضغط جميل، الأهلي لما يعمل ضغط هنا شوف ما يديش مساحة ولا زمن، ودول عنصرين مهمين للاعيب الكورة، لو ما اديتوش مساحة وزمن ما قدرش يعمل حاجة. شوف وليد سليمان العرضية والربط العكسي الجميل، إنما مباراة حلوة 42 دقيقة لعب. أنت فين يا رجل؟ أنت فين؟ أين أنت يا جونيور أجاي؟ جونيور يلعب جونيور بالعرضية خطيرة ممتازة، لكن يطلع تاني على طول الدفاع، يضغط تاني خطير جدا وليد سليمان. أول ما يمسك الكرة لعيبة الجونة تديهم احترام، إنما شوف العدد الكبير بالنسبة لفريق الجونة، وأدي الهجمة المرتدة اللي بيشتغلوا عليها. يا ولد لعيب مهارة جميلة دخل لجوه، غير اتجاهه، غير عكسياته، لكن شوف واحد اثنين ثلاثة أربعة تمركز للأهلي أكتر في حوالي مرتين ثلاثة، كان في يعني كان في نوع من العدد الوافر بالنسبة لفريق الجونة في الشق الهجومي وفي أوقات كتيرة. ودي ميزة المدرب ريني فايلر، إن الأهلي في الشق الدفاعي وفي الشق الهجومي يقدر يقنعك بشكل كبير، مش كبير قوي، مش درجة 100% قوي، يأتي طبعا بالوقت، ويأتي كل ما يقعد الراجل ويشوف قماشته من اللعيبة وينوع ويغير، هتصل الأمور لمبتغاها اللي دايما الأهلي يبحث عن البطولات ولا بديل غير. يمشي على طول الكرة تاني عن طريق اللاعب رمضان صبحي، يقطع تاني الدفاع، تمشي عن طريق علي معلول، علي معلول لديانج، ديانج السلية. في لعيب مصري يحب يلعب مع لعيب أفريقي جنبه في نص الملعب، وفي لعيب مصري يحب يلعب مع لعيب مصري جنبه، وفي اثنين لعيبه افارقه يحبوا يلعبوا مع بعضيهم، كل واحد حسب راحته جنب ميلهم. يعني الاثنين دول بتوع نص ملعب والاثنين بتوع سنتر باك، دايما بفضل في اوقات كتيره ان دايما يكون في عمليه استقرار في عمليه التشكيل. العمود الفقري كله من اول الشناوي وياسر ابراهيم ومحمود متولي واليو ديانج والسليه وجونيور اجايي، لو هيكون راس مثلث هو او وليد سليمان، رمضان صبحي في الجبل يمنى. ولا زال الاهلي يتحسس عن التشكيله الاساسيه والبديله في عوده اللعيبه مره اخرى تاني من جديد للفورمه المعتاده، وحلم كبير جدا يراود هذا الجيل من اللعيبه على سواء يعني مجلس الاداره والنادي والتلفزيون والتليفون وكل الدنيا، كل الدنيا بتبحث مع الاهلي في هذا الموسم، كل اللي بيشتغلوا في هذا المجال بالنسبه للنادي الاهلي يبحثوا عن لقب غاب لفترات، هي لقب الأميرة السمراء لمن تنادي هذا الموسم رباعي، اثنين من مصر واثنين من المغرب في كرة قدم جميلة. كورونا هتحرمنا كتير جدا من الحضور الجماهيري في رباعي، يعني ممكن لا تكرر كتير في آخر أو بعد 20 سنة. يوصل لك وداد ورجاء وأهلي والزمالك في مربع وسيمي فاينل إفريقي إفريقي، يعني متعة الحضور الجماهيري سواء في المغرب أو سواء في قاهرة المعز، كنا هنستمتع ببطولة إفريقية استثنائية
بالنسبه لجوهره سمراء جميله ترتدي كل الوان الطيف الالوان الاربعه، تمشي على طول الكره تاني عن طريق جبل يوسف. عجبني ريني فايلر بصراحه امبارح برضه في تصريحه مع كابتن هاني قال لك نسبه الفرق تتساوى ب 25 لكل فريق. الراجل ما فتحش قوي في الحلم، ما فتحش في الطموح قوي، وكان واقعي بشكل كبير. وزي ما قلت لحضراتكم اهم النقاط اللي اتكلم فيها طبعا نقطه مهمه جدا يستفيد منها كل الانديه المصريه والعربيه بشكل عام هو تحرك اللعيب بدون كره مشكله وقفه كبيره. تمشي على طول الكره تاني في الجبل اليسرى بالنسبه للجونه، 45 دقيقه لعب، الاهلي سجل هدفين فيهم شكل مختلف من الجبل اليمنى في تركيزه علي معلول لما اشتغل اهو الجبل اليسرى. الاهلي اشتغل من اليسار، الاهلي خطيره في البعيده ممتاز علي معلول ممكن، لكن على طول يا ولد على التاكلينج الجميل، يا ولد على التاكلينج الجميل هنا، وتمشي الكوره الى ركله ركني. ادي علي معلول ثقه بالنفس، لعيب عنده خبره دوليه كبيره وخلاص حافظ الحته الشمال وبقى واحد من اللعيبه اطراف اليسار يعني الخطيرين جدا. لاعب الدولي علي معلول عشق النادي والنادي اصبح يعيش في كيان علي معلول، وعلي معلول حقق يعني اسم كبير في النادي الاهلي. ركله ركنيه بيعملها حلوه قوي، هنشوف الاهلي متفق عليها هل ممكن يعملوها على طريقه ليفربول بالعرضيه الخطيره ممتازه، لكن يطلع على طول ثاني الدفاع ويستخلص وحكم المباراه يدي لصالح فريق نادي الجونه، يدي لصالح الجونه. 45 دقيقه لعب، الاهلي يمكن في اخر 6 7 دقائق بدا يجي شويه من الناحيه اليسرى وبدانا نشوف تحرك بدون كره اكتر في الجبهه اليمنى في اول 20 25 دقيقه لعب. فريق نادي الجونه في منعطف الشوط الاول دخل المباراه متاخر شويه تقريبا بعد 9 10 دقائق من عمر المباراه، اخطر واحسن اوقات فريق نادي الجونه الثلث ساعه وال22 دقيقه الاولى، الثلث الثاني من الشوط الاول الجونه بلا انياب هجوميه. الاهلي عنده شق هجومي عدد وافر لا باس به من لعيبه، وفي الشق الدفاعي شكل الاهلي من وجهه نظري مقنع في هذا المساء. تمشي على طول الكره ثاني، خلاص بنلعب في الوقت المحتسب كبديل الوقت الضايع. يمشي على طول رمضان صبحي يلعب الكره ثاني. دايما الاهلي في الحته دي محتاج المهندس بتاع العمليات، محتاج المهندس بتاع العمليات ومحتاج اللعيب اللي يقدر ينسق اللعب. عموما حكم مباراه يوني صفرت احداث الشوط الاول، تقدم لصالح الاهلي بهدفين مقابل لا شيء، هدف جميل بالنسبه لوليد سليمان العصوره النجم الكبير، وهدف طبعا من ركله ركنيه بالنسبه لعلي معلول يسجلها المدافع الجميل ياسر ابراهيم ليتقدم الاهلي هنا في ملعبه، في ملعبه مختار التتش ملعب بتاع 65 بتاع الاسم الكبير بالنسبه لعبقري من عباقره الاهلي. ينهي الحكم شطر المباراه الاول نصف المباراه الاول، الاهلي يتقدم بهدفين مقابل لا شيء، والصوره على سيد عبد الحفيظ واحد من النجوم ايضا اللي ارتدوا قميص الاهلي على هذا الملعب. تحياتي عصام عبدو، ان شاء الله فاصل ومن جديد ننتقل الى صاحب الطله والهلة الكابتن الكبير كابتن ايمن شوقي والكباتن الكبار في الاستديو التحليلي كباتن الاهلي في سنوات وبطولات كبيره كابتن علاء ميهوب كابتن محمد يوسف الكابتن عادل مصطفى والكابتن هاني العجيزي. الى اللقاء. اللقاء اللي بيجمع فريق الاهلي امام الجونه في بدايه سريعه مبكره ايضا للجونه والتصويب، لكن الى ركله مرمى. ركله مرمى مباراه الحقيقه يعني فيها استفاده كبيره جدا بالنسبه للجونه بالنسبه للاهلي، وادي شوط المباراه الثاني اللي اكيد هيكون فيه تبديلات وفي تغييرات بالنسبه
للجونه. وبالنسبه ايضا لفريق الاهلي هنشوف مين اللي ممكن يشارك في الهاف تايم الثاني. تمشي على طول الكره الثاني عن طريق هاني. هاني ادي اللاعب محمد هاني. هاف تايم الاول كان في تبديل وحيد بالنسبه للجونه، خرج اللاعب اسلام محارب وشارك محمود الشبراوي، واحد من اللعيبه المهمه جدا في تشكيله فريق نادي الجونه، يشارك في الهاف تايم الاول ويخرج اللاعب اسلام محارب، واحد من المثلث الخطير الهجومي بالنسبه لنادي الجونه. تلقت الشوط الثاني، الجونه هيبقى على يمين الشاشه وفريق الاهلي يبدا على يسار الشاشه. الاهلي ب 2-0 بوليد سليمان، هدف جميل جدا وليد سليمان، ثم بعد ذلك التعديل عن طريق اللاعب ياسر ابراهيم اللي لابد ايضا نشيد بالركنيه النموذجيه الجميله بتاعه اللاعب علي معلول. خطا، ادي هنا ياسر ابراهيم، ركله حره مباشره. الشوط الاول وليد سليمان واحد من النجوم بتوع الشوط الاول، ولكن هنا ادي الكوره وادي الكرات العاليه والخطا موجود في نص الملعب. شوف على طول حكم المباراه يدي خطا وركله حره مباشره. ادي الركله الحره المباشره. شوط المباراه الثاني كيفيه التعامل مع الشوط الثاني، اللعيبه كلها طبعا بتحاول تخلي بالها على موضوع الاصابات. وادي اللاعب ويلتر بواليا، لاعب اللي شارك في الهاف تايم الثاني ويلتر بواليا. اذا مشاركه اللاعب ويلتر بواليا ممكن يكون على حساب ناصر ناصر، ولا هنشوف واحد من نص ملعب ليلى ولا مين اللي خرج هاف تايم الثاني. التبديلات مفتوحه في المباريات الوديه. الاهلي في الماتش الماضي 4-0 والنهارده بيكسب 2-0. ادي على طول الكرات الفضائيه العاليه والخطا، وادي اللاعب ويلتر بواليا. ادي بواليا والخطا على طول ثاني لصالح اللاعب ياسر ابراهيم، سجل هدف جميل جدا طبعا، ولكن سلامات ان شاء الله ياسر. ادي بيشتكي هنا على طول من السبرين انكل بتاعه ياسر ابراهيم، مدافع قوي ومدافع الحياه ممتاز ومدافع من المدافعين اللي بيأدوا اداء ممتاز الان. ادي كل بدلاء الفريق الاهلي بيعملوا عمليه الاحماء، شوف هنا كله بيعمل عمليه الاحماء، وحتى اللعيبه اللي في الملعب اللي هتخرج اكيد هيبقى مطلوب منها ايضا تاني شق بدني، كله بيحاول يتحضر على اساس المشاركه في شوط المباراه الثاني. الاهلي معاه بدلاء علي لطفي وعربي بدر واليو باجي واحمد فتحي ورامي ربيعه ومجدي قفشه وايمن اشرف ومحمود كهربا وجيرالدو ومحمد شكري. ده الهدف الجميل، شوف هنا طلع على طول، رقابه مش موجوده، والكره الحلوه قوي في الشوط الثاني. اذا الجونه في شوط المباراه الثاني بعمر رضوان واحمد صبحي ومحمود الجزار وخالد صبحي وجوزيف جوناثان سيرجياكا احمد مجدي محمود الشبراوي ويلتر بواليا عمرو بركات واسلام عبد النعيم. دي مجموعه اللعيبه اللي بتشارك مع نادي الجونه في الشوط الثاني. الشوط الاول كان الجونه ادى اداء كويس، وانا اعتقد ان استفاد الاهلي من المباراه واستفاد ايضا الجونه من المباراه في الشوط الاول، واكيد في كل المباريات الوديه لابد الفرقتين يحاولوا يستفيدوا استفاده القصوى من التجربه الوديه طبعا قبل انطلاقه الدوري، يعني بشكل خاص طبعا في المباريات الوديه. هل كان ممكن الاهلي يلعب ماتش النهارده على ملعب اوسع شويه؟ ده برضه سؤال كان ممكن يفرض نفسه، لان الاهلي من الفرق اللي بتحب المساحات، ملعب زي استاد السلام، ملعب زي شكل استاد القاهره، مباريات طبعا يحتاج فيها مجموعه اللعيبه. بالنسبه للاهلي ام ممكن يكون ريني فايلر ملعب الخاص بالنسبه له ممكن ياتي باللعيبه تدريجيا في المباريات. المشكله بتاعت كورونا دي خلت يعني العالم كله اتعلم حاجات كتيره في الكوره، شهور كتيره جدا اللي اللعيبه قعدتها بدون تدريب والعوده وان مفيش فرصه تعمل عمليه يعني فتره اعداد خارج بلدك، كل ده طبعا يعني كل مدرب حاول يشتغل على قد قدراته واللعيبه وعلى قد قدرات والتزامات اللاعبين. تمشي على طول الكره تاني في نص الملعب عن طريق لاعب نص الملعب اليو ديانج. اليو ديانج يمشي على طول الكره تاني، اهلاويه في الجبل اليسرى، محاوله معلول، معلول العرضيه لكن يطلع الدفاع يضغط تاني والحكم يدي اعتقد هنا يدي ركله جزاء لصالح النادي الاهلي. شوف هنا هل في تهور، ادي مروان محسن ويدي ركله جزاء حكم المباراه لصالح الاهلي. اذا ركله جزاء لصالح النادي الاهلي يديها الحكم لما اشوف مروان محسن، وادي ركله جزاء هيروح لها مجدي قفشه. ادي مجدي قفشه، شوف هنا على طول مروان محسن ومجدي قفشه هو اللي هيلعب ركله الجزاء لصالح الاهلي. شوف مروان محسن، ادي مروان محسن دخل ولكن في عرقله من اللاعب محمود الجزار تسبب في ركله جزاء لصالح النادي الاهلي.
ركله جزاء على طول على التنفيذ. مجدي قفشه، ادي قفشه، وادي ايمن اشرف، ادي ايمن اشرف. مجموعه اللعيبه اللي بتشارك في الافتايم الثاني، يخرج ياسر ابراهيم بكمان شكله الاصابه. تبديلات مفتوحه في المباراه الوديه، الكل يحاول يجرب. الاهلي في طريقه لهدف ثالث على المستوى النفسي، مهم جدا في الانطلاقه. ركله جزاء على طول ثاني، مجدي قفشه، مجدي قفشه وركله جزاء، مجدي قفشه وركله جزاء، والهدف الثالث يا ولد ممتاز. الهدف الثالث في مرمى الحارس، يعني هدف ثالث. اذا هدف ثالث الان يسجل في مرمى فريق نادي الجونه، 3 للاهلي في الست دقائق الاولى. شوف المحاوله، لكن هدف جميل جميل، قفشه يحطها حلو قوي على يمين حارس المرمى. يتقدم الاهلي بثالث اهداف، 4 في المباراه الماضيه و3 لحد الدقيقه 51 والدقيقه 6 تقريبا تحديدا في شوط المباراه الثاني. عن طريق ركله جزاء، الكره الثابته في الركنيه كانت حلوه قوي لياسر ابراهيم، لما اتعملت عرضيه حلوه سجل منها الهدف الثاني. وكره متحركه سجل الاهلي عن طريق وليد سليمان، واحد من احد العناصر المميزه في الافتايم الاول في تشكيله النادي الاهلي. يمشي على طول الكره ثاني للدفاع، خطيره جدا. شوف ضغط الاهلي ثاني، ضغط عالي. ابتدت اللقاء، انها مباراه سريعه بصراحه، مباراه سريعه وفيها مجموعه من اللعيبه الممتازين، سواء بالنسبه لاعيبه نادي الجونه او سواء باللعيبه اللي كانوا او المعارين للنادي الجونه من النادي الاهلي. مجموعه لعيبه ممتازين جدا، عشان كده كواليتي اللعيبه اللي موجوده في الملعب كواليتي عالي. خطا ولكن ركله حره مباشره على المدافع احمد صبحي. عمل شوط اول من وجهه نظري كان ممتاز احمد صبحي المدافع الايمن مع فريق نادي الجونه. وادي الركله الحره المباشره، الركله الحره المباشره. شوف هنا رمضان صبحي لعيب هايل، لعيب هايل. رمضان صبحي بدايته كانت واضحه، والمنتاليتي والعقليه، ولعيب برضه فكره ما شاء الله مسابق سنه، وعنده موهبه كبيره، وعنده سرعه، وعنده قوه، وما شاء الله عنده كل السمات والصفات بالنسبه لعيب كره القدم الحديث، والعرضه الخطيره جدا. لكن يضغط تاني في الاخير الكوره الى ركله مرمى، ركله مرمى. ادي ركله المرمى، وادي انطلاقة على طول تاني من قبل اللاعب محمود متولي، لاعب النادي الاهلي مدافع القلب. 7 دقائق اولى اصدقائي المشاهدين، لازال التقدم للقلعه الحمراء 3-0. يمشي على طول الكره تاني الجونه، الجونه برغم انه خسران 3-0 لكن تحس ان يعني مجموعه كبيره من اللعيبه عامله الدور. لكن واضح بقى في بعض الاوقات فروق، بعض الاوقات التمركز، بعض الاوقات عدم الاهتمام في الرقابه، السرعه الديناميكيه الحركيه، الاصرار اللي واضح اكتر عند لعيبه النادي الاهلي. شويه فروق صغيره كانت ممكن لو موجوده عند لعيبه نادي الجونه ما كانتش تكون برضو النتيجه يعني كبيره وقاسيه في كره القدم. 3-0 وهاف تايم تاني وبدايه قويه. يمشي على طول الكره تاني 8 دقائق اولى، لا زال التقدم لصالح النادي الاهلي 3-0. هدف جميل جدا لقفشه عن طريق ركله جزاء، تحرك مروان محسن اللي اتكلمنا عليه، احد سماته وصفاته الجميله، كان ليه دور كبير. جوزيف جوناثان يمشي على طول، جوزيف جوناثان اللي اصبح الان مدافع ايسر في الجبل اليسرى، يعوض اللاعب عمرو السعداوي اللي بدا المباراه في الجانب الايسر. عمرو السعداوي يمشي على طول الكره تاني لصالح النادي الاهلي، في خطا وركله حره مباشره، خطا وركله حره مباشره. في لسه ناجي جده، في مجموعه من اللعيبه عشان نتفرج عليها، شارك في الافتايم الثاني عمرو بركات واسلام عبد النعيم وسيرجي اكا واحمد مجدي والشبراوي ولتر بواليا. الافتايم الثاني الراجل بيغير مجموعه من اللعيبه. وادي سلامات ان شاء الله لياسر ابراهيم، الانكل بتاع رجله حاطط شويه تدي كده ياسر، سلامات ان شاء الله ياسر. والحكم يدي خطا. 9 دقائق اولى مع انطلاقه الشوط الثاني. الاهلي يتصدر المشهد المصري لحد الان برصيد يعني برصيد الصداره وبقيمه الصداره وبروعه الصداره بالنسبه لصالح الفريق الاهلاوي اللي اكيد بيبحث عن اللقب، يحاول اضافه لقب اخر. 49 نقطه مركز اول النادي الاهلي. يمشي على طول الكره تاني ملعوبه اماميه، ادي الانطلاقه تاني بالنسبه لصالح فريق الجونه. ترجع الجونه تاني الى حارس المرمى عمر رضوان، عمر رضوان. ادي عمر رضوان من اللعيبه اللي ايضا تم بيعهم نهائي لفريق نادي الجونه، عمر رضوان. جهاز الفني بيدرو بارني، مدير الفني اللي كان ماسك فريق نادي الاسماعيلي في السابق، والان هو مدير فني مع فريق نادي الجونه. نجم الكبير رضا شحاته و يعني حسام غالي، مجموعه من اللعيبه الممتازين اللي ايضا لعبوا للنادي الاهلي موجودين في الجهاز الفني بالنسبه للجونه. خطيره بدون اوفسايد، ممتازه ممتازه، محاوله عرضيه خطيره يا ولد، لكن العرضيه مش حد هنا موجود. يطلع على طول تاني
بيمشي كرة بره ال 18 بالنسبه لصالح النادي الاهلي. انطلاقه على طول ثاني للامام، للامام عن طريق اللاعب محمود الشبراوي. لعيب هايل الولد ده على فكره، من لاعبي الممتازين محمود الشبراوي. شوف عدى وراح وفات، وادي ريني فايلو. هل بيتكلم على اللعيبه اللي جاهزه الريبورت بقى، وكل لعيب على فكره مستواه البدني وصل لفين، شكل الاداء البدني بالنسبه له. والله حضراتكم التجربه كانت قاسيه جدا، القعده لفترات طويله، والاهلي بشكله الجميل في الهاف تايم الثاني. محاوله ثانيه على طول عن طريق رمضان صبحي، ده حدوته ده رمضان صبحي في المهاره. رمضان يحرك الكوره شمال ويمين، ادي الكرات العرضيه، انطلاق مره اخرى ثاني عن طريق الاجاي. اداله النهارده ريني فايلا، لكن يقطع ثاني على طول الدفاع، وتمشي عن طريق محمود الشبراوي. لعيب كويس عنده ثقه بنفسه، بيرجع وفي توقيت ممتاز تمشي على طول العرضيه للاهلي خطيره. هاني يبدا المباراه ولسه مكمل محمد هاني، وتمشي على طول الى ركله ركنيه. ادي اللاعب محمد هاني، احمد فتحي موجود على مقاعد البدلاء، وادي اللاعب جوزيف جوناثان، لاعب اللي موجود في الباك الشمال النهارده في الهاف تايم الثاني. لسه محاولات الشوط الاول، محاولات الانطلاقه الشوط الاول. ادي الانطلاقه مره اخرى ثاني على طول الكرة تاني ركلة ركنية. علي معلول يلعب علي معلول الركلة الركنية، متخصص كرات الركنية خطيرة، لكن يطلع الدفاع. من حراس بتاع فريق نادي الجونة في الكرات الركنية، المفروض مدرب حراس المرمى في بعض الكلمات الحالة ما تاخد القرار. الطيب الأول شفنا الأخطاء، والطيب الثاني برضه مهم جدا، قرار تطلع بالبوكس ممكن تريح المدافعين، والقرار لابد يكون صعب لما تخرج من المرمى، زي الخطا بتاع الهدف بتاع وليد سليمان اللي شفناه طبعا في الشوط الاولاني في الدقيقه الثانيه من عمر المباراه. ثلاثه الاهلي لا شيء الجونه، يمشي على طول الكره ثاني ملعوبه اماميه، انطلاقه الى محمد هاني. بدا ريني فايلر يثبت اللعيب، مفيش تبديلات كثيره لحد الان مقارنه بفريق نادي الجونه. عنده فرصه لسه ثاني في وديه اخرى، بينما الحكم يدي خطا وركله حره مباشره لصالح اللاعب رقم 17 عمرو بركات. ادي عمرو بركات، خطا على طول تاني وركله حره مباشره. لاعب سيرجي اكا، لاعب القادم من الصفاقسي، اللاعب الافواري اللي بيشارك في شوط المباراه الثاني. يمشي على طول الكره تاني بالنسبه لصالح فريق الجونه فريق عنده ثقه بالنفس جميله وبيأدي اداء كويس. الاهلي من وجهه نظر استفاده ممتازه، لانه بيلعب امام كواليتي ممتاز من اللعيبه الممتازين في فريق نادي الجونه. حقيقة تقال مباراة ودية، لكن بصبغة رسمية وبصبغة فيها نوع من الاستفادة. أعتقد أن في كتير من لاعبي فريق النادي الأهلي وفريق نادي الجونة المعدل البدني واللياقة الذهنية بتاعة المباريات بعد 90 دقيقة من عمر هذا المساء أكيد هتستفيد، وهيبتدي الريكورد والريبورت بتاع فريق النادي الأهلي على مستوى الجهاز البدني والطبي والنفسي هيرتفع بشكل أو بآخر. عشان كده مؤجل كتير قوي انه يبدل تبديلات سريعه. يمشي على طول تاني فريق الاهلي تاني عن طريق قفشه، يلعب قفشه يمشي تاني في اليسار بعد خروج الوليد سليمان والاطمئنان عليه في 45 دقيقه لعب في شوط المباراه الاول. ابقاء على علي معلول، ابقاء على السليه، الابقاء على الاجاي، والابقاء على ديانج كلاعب في نص الملعب بجوار عمرو السليه في شوط المباراه الثاني. الاهلي مثبت لعبته واقترب من ساعه بالتمام والكمال بتبديله المجدي قفشه، وبالتبديل للطريرة ايضا بالنسبه للاعب ايمن اشرف مدافع الجبهه اليسرى الان في هذا المساء. ترجع الكره تاني على طول عن طريق الشناوي ما شاء الله. شوف هنا الشناوي، نموذج الشناوي، ياخذ القرار. انطلاقه مره اخرى تاني صالح مروان محسن، ادي المحطه الجميله مروان محسن، استلام تحت ضغط الاهلي عن طريق رمضان خطيره، لكن يطلع تاني الدفاع، يطلع تاني الدفاع. شوف الاهلي كسبان 3-0، لكن عقيده عند اللعيبه زي الفرق الكبيرة الأوروبية العالمية، ونتمنى إن شاء الله أن الأهلي والفرق المصرية الكبيرة الشعبية الكبيرة تذهب إلى أبد الأبدين في عملية الاستثمار الكروي والاستثمار الرياضي والتنافس الرياضي الجميل. انطلاق على طول تاني محاولة خطيرة، لكن إلى ركلة ركني، إلى ركلة ركني. الحقيقة معانا تجربة جميلة، تجربة الجونة، تجربة سامح ساويرس وتجربة نجيب ساويرس ونصيف ساويرس ومجموعة وعائلة ساويرس الكروية الرياضية الاستثمارية، سواء بالنسبة للاستون فيلا، سواء بالنسبة للجونة وما أدراك ما الجونة، وسواء بالنسبة للاستثمار الجديد في زد يعني، والبحث عن نادي آخر يكون موجود في الدوري الممتاز في عملاقة الدوري الممتاز. عقلية الاستثمارية الكروية الآن مكاسب بالجملة. شوف المان سيتي الآن بسبعة وست محطات وبالمليارات على مستوى البداية كانت أقل كثير الآن من المردود بالنسبة للعائد المالي والعائد المادي. شوف نادي مانشستر سيتي راح لفين وهيروح لفين
وارقامه اصبحت عامله ازاي في بورصه الانديه على مستوى الاستثمار الرياضي. ترجع الكوره تاني على طول في نص الملعب. موضوع الكوره الان مش كوره بنجري وراها وحدوته بنجري وراها ولعبه بنجري وراها. موضوع على فكره دلوقتي موضوع علم وموضوع استثمار وموضوع وحدوته كبيره جدا. ركله حره مباشره خطا. ادي كل بدلاء فريق النادي الاهلي. في لعيبه صغيره الان في المجموعه وفي اسماء. شوف الاهلي هيبدل بالجمله. الاهلي هيبدل بالجمله بعد ساعه. يخرج رمضان صبحي امر طبيعي. مجموعه كبيره هتخرج من اللعيبه. وادي هنا صالح جمعه لقطه معبره جدا المخرج يجيبها. ادي ينزل مجموعه كبيره من الاهلي هتشارك. شوف الاهلي يشارك بمجموعه في الهاف تايم الثاني. وادي يخرج مجموعه ثانيه. يخرج عمرو السوليه. عمرو السوليه من اللعيبه اللي بدات المباراه ويشارك لاعب رقم 22 ايضا هنا. شوف الشباب الجداد اللي هيشاركوا مع النادي الاهلي. علي لطفي وعربي بدر واليو باتجي واحمد فتحي ورامي ربيعه ومجدي قفشه وايمن اشرف محمود كهربا وجيرالدو وباقي الرفاق في شوط المباراه الثاني. على طول كره ثاني خطا لصالح نادي الجونه. يشارك باتجي ويخرج ويشارك محمود كهربا. الاهلي في الهاف تايم الثاني بتبديلاته وبتحولاته وبتغييراته. فريق الجونه اللي بدا بتبديلات اكتر. ترجع الكره ثاني على طول عن طريق وسط الملعب. تمشي الكره ثاني الانطلاقه. شوف محاولات هنا على طول بالنسبه لصالح الاهلي عن طريق انه ممكن يغير مجموعه من اللعيبه يشارك مجموعه من اللعيبه في الشوط الثاني يحاول يدي الاكثر عدد. ادي على طول انطلاقه مره ثانيه من جديد. الشوط الاول كله التركيز كان عن طريق الجبهه اليمنى. وادي جيرالدو ناس كثيره جدا كانت بتشوف انه ياخد الثلث ساعه الاخير. ناس كثيره في بعض الاوقات كان ممكن يبدا التايم الاول ويكون لكن لسه لعيب صغير ولعيب جاي بسعر مش كبير للاهلي وممكن يبقى مكسب كبير ان شاء الله في السنوات اللي جايه. تمشي كرة تاني على طول للتلت الامامي. المحاولات الاماميه بالنسبه لصالح الاهلي. يحاول ينطلق الفريق الهلاوي عن طريق جبل يمنى تاني عن طريق احمد فتحي. اللمسه الحلوه الجميله ممتازه والتصويب لكن سهله. سهله لحارس المرمى المره دي. ادي سهله. ترجع على طول عمر رضوان حارس بتاع الطايم الثاني. احمد صبحي الجزار خالد صبحي جوزيف جوناثان سيرجي اكا واحمد مجدي والشبراوي والتر فواليا عمرو بركات واسلام عبد النعيم. فريق اخر في الهاف تايم الثاني لفريق نادي الجونه. الشوط الثاني عدول يلعب باتجي يضغط باتجي محطوطه الكوره ثاني لكن الى رمي التماس. رمي التماس لا زال تقدم لصالح الاهلي 3-0. اقترب من 18 دقيقه لعب. الاهلي يعني يلعب ساعه بتشكيله يثبت فيها التشكيله باستثناء التبديل الطرديه بتاعت ياسر ابراهيم والدافع باللاعب ايمن اشرف وايضا خروج والدفع باللاعب مجدي قفشه خروج اللاعب وليد سليمان. مجموعه من اللعيبه حوالي 9 لعيبه لعبوا ساعه. تمشي على طول الكره خطيره ثانيه اماميه محاوله ثانيه على طول في الشق الدفاعي لصالح النادي الاهلي لكن الى ركله ركنيه. ادي ايمن اشرف ادي ايمن اشرف كابتن زكريا ناصر نجوم النادي الاهلي مجلس اداره الاهلي و النجاحات الكبيره جدا اللي بتحقق من وقت الى اخر من جيل الى اخر كله بيسلم بعضه كله بيسلم بعض لكن الهدف في الاخير هو الكيان كيان النادي الاهلي وده التاريخ الكبير جدا اللي عمله الاهلي في السنوات الكبيره جدا لاكثر من 100 سنه. تمشي على طول الكره ثاني عكسيه عرضيه خطيره ممتازه لكن يطلع ثاني وحكم المباراه موجود. شوف المساعد يدي هنا على طول اعتقد ركله جزاء للجونه. شوف هنا ركله جزاء للاهلي عن طريق مجدي قفشه وركله جزاء للجونه. فريق اللي الحقيقه النهارده النادي الاهلي استفاد استفاده ممتازه من الوديه بتاعته في هذا المساء من وجهه نظر. ادي احمد مجدي وادي الكوره على طول العاليه وادي هنا احتسب ركله جزاء على النادي الاهلي. شوف الكوره هنا الايد هنا في خطا كبير جدا خطا كبير جدا. وادي الايد هنا وادي الهاند بول وادي الركله الحره او ركله جزاء لصالح فريق نادي الجونه. ركله الجزاء للجونه. الجونه يبحث عن هدفه الاولاني. الجونة بمجدي والجونة والهدف الأول ممتازة. يسجل نادي الجونة أول أهداف في المباراة. يسجل الجونة أول أهداف في المباراة عن طريق اللاعب أحمد مجدي. إذن اثنين ركلة جزاء في الماتش واحدة للأهلي عن طريق مجدي قفشة وهو واحد من البدلاء وأيضا أحمد مجدي بديل في الهاف تايم الثاني يسجل فريق نادي الجونة هدف تدليل الفرق. عمرو بركات ومجموعه الرفاق بتاع الشوط الثاني. نشوف الشناوي عمل عليها تراي وعمل عليها دايفنج لكن راحت منه.
شوف ما شاء الله يعني طول وقامه عمل عليها، او هنا البديل علي لطفي، محاوله هنا على طول تاني، لكن او عمر رضوان هنا، شوف الحراس، شوف الانطلاقه، شوف ركلة الجميله وعمليه التعادل بالنسبه لصالح فريق او لتدليل الفارق بالنسبه لنادي الجونه في هذا المساء. 3-1 3-1. مجدي يسجل هدف حلو قوي، هدف ركله الجزاء الجميله، شوط ثاني، هدفين، هدف للجونه وهدف لفريق الاهلي، 2-0 في الهاف الاول. الشوط الثاني يحاول الجونه يعود، يحاول يدلل الفارق 3-1. يلعب على طول الكره ثاني عن طريق جيرالدو، يحط جيرالدو لمسه من جانب جيرالدو على طول ثاني نص ملعب فريق الاهلي. شوف الجونه بالشق الدفاعي، منتصف احداث الهاف تايم الثاني، هل الجونه يعود؟ لكن الجونه فريق عنده شخصيه بصراحه النهارده، وعنده اداء ممتاز، والاهلي والجونه كلاهما استفاد من المباراه، كلاهما سلامات ان شاء الله للاعب ياسر ابراهيم. طمن جمهور النادي الاهلي طبعا وجمهور مصر على قيمته الكبيره، انه عنده كدمه في الانكل بتاع قدمه، وان شاء الله يتعمل له اشعه وان شاء الله يكون معافى مشافى. ياسر ابراهيم نجم النادي الاهلي طبعا، واحد من اللعيبه اللي ادوا اداء رجولي النهارده في هذا المساء. ادي الكوره، وادي ايمن اشرف يمشي على طول الكوره ثاني في الجبهه اليسرى، الكرات الاماميه. الاهلي لعب 60 دقيقه بحوالي 9 لعيبه، وبيحاول يجرب مجموعه اخرى من اللعيبه، ونفس الكلام بالنسبه لفريق نادي الجونه. جيرالدو واحد من هؤلاء اللعيبه، اللاعب محمود الشبراوي وولتر بواليا وسيرجي اكا، بالاضافه لمحمود الجزار وجوزيف جوناثان وعمر رضوان وعمرو بركات واسامه عبد النعيم. والهدف، والهدف الثاني، الهدف، الهدف يسجل الان، الهدف الثاني يسجل الان. اذا يقرب فريق الجونه 3-2 3-2. بشوف الكوره اتلعبت بسرعه هنا، وخطا ايضا في التمركز، اوه في نفسه، خطا في نفسه، احمد فتحي يسجل هدف في مرمى، في مرمى الحارس علي لطفي. اذا الهدف الثاني في مرمى علي لطفي. شوف الكوره، هدف في ركله الجزاء، يسجل في الهاف تايم الثاني فريق الجونه هدفين، 3-2. احمد فتحي حاول، لكن علي لطفي جري ناحيه احمد فتحي وسجل هدف ثاني، خطا في مرمى احمد فتحي. يمشي على طول الكوره ثاني في الجبهه اليمنى، خطيرة جدا جدا، لكن على طول تاني طلع الحارس، كرة تاني طويلة أمامية. الأهلي حصل له نوع من التراجع، نوع من التراجع. أدي رمي التماس، تماس على طول تاني أقصى الجانب الأيسر، علي لطفي هدفين في مرمى. وأدي المحاولات بالنسبة لفريق الجون، برضه بيحاول يبدل تبديلات أخرى، حاول يغير كل اللعيبة معاه، مجموعة لعيبة كتيرة. وأدي أحمد فتحي هدف بالخطأ طبعا في مرمى. شوف برغم الخبرات الكبيره، انما شوف كره القدم دروس كبيره، الخبرات وعدد السنوات وعدد اللعب الدولي بالنسبه لواحد بقيمه احمد فتحي. اذا الان في تبديل اخر بالنسبه للاعب اكرم توفيق، يشارك الان، يشارك اكرم توفيق، واحد من لاعبي النادي الاهلي المعارين لمده موسم لفريق نادي الجونه. ونازل اللاعب عموري، يشارك عموري عمر او عمرو احمد عموري اللاعب رقم 19. تبديلات بالجمله في شوط المباراه الثاني، الكل يشارك والكل يتواجد، لكن من وجهه نظر استفاده ممتازه بالنسبه للجونه، واستفاده ممتازه بالنسبه لفريق الاهلي. الفريقين استفادوا كلاهما من الاخر في الهاف تايم الثاني، خصوصا حتى اللعيبه اللي شاركت في الشوط الثاني، احمد الشيخ ورفاقه وباقي الرفاق. احمد فتحي جبهه اليمنى على طول ثاني، الاهلي في الهاف تايم الاول كان جبهته اليمنى اخطر الجبهات، الاهلي سيطر على تقريبا يعني 60-70% في الهاف تايم الثاني او في الهاف تايم الاولاني. الشوط الثاني تبديلات عملت نوع من الديناميكيه، بدليل ان فريق نادي الجونه وصل وسجل في مرمى فريق النادي الاهلي. على طول الكره ترجع ثاني عن طريق الجبهه اليمنى امام كهربا، وسهل الى حارس المرمى تماما تماما تماما، مفيش مشاكل هنا عند الجول كيبر عمر رضوان. الكره على طول اماميه، ادي هنا تحضير، لمسه على طول تاني من جديد في نص الملعب. ادي الكرات الاماميه تاني لاستخلاص بالنسبه لصالح فريق الاهلي. ادي لا تخد، لكن في عرقله وخطا وركله حره مباشره، عرقله وخطا وركله حره مباشره. مجدي قفش واحد من اللعيبه المميزين جدا اللي بيعرفوا يدوسوا على الكوره. ادي الكوره، اهلي على مر تاريخه على فكره والفرق الكبيره عموما دايما بتلاقي ال 11 لعيب مفيش ولا واحد شبه التاني. ادي الشيخ محطوطه كوره حلوه جميله، استلامه جميله على وجه القدم يا ولد. احمد فتحي كان في الاوفسايد، غير اتجاه اللعب. ادي المحاوله، يحاول تاني يسند يسند يسند، يعدي يعدي، لكن يطلع الدفاع بالنسبه للجون، زياده العدديه. تمشي على طول الكره تاني في الجبل يوسف، لكن تحس ان الهاف تايم الاولاني مجموعه اللعيبه اللي لعبوا ساعه
يعني تحس ان في تناغم، واعتقد ان ده شكل التشكيل الاقرب كثيرا جدا الى المدرب ريني فاي. احمد فتحي على طول الكره الثانيه طويله اماميه بالنسبه لصالح الاهلي، ممتازه هذه الانطلاقات على طول تاني من جديد، المحاوله يلعب على طول تاني قبل يوصل الشيخ، لمسه لا تاخد بقى لو حاول يعدي هنا ويلعب العكسيه لو حد يقابل هنا، لكن دايما في زياده عليه. نص الملعب لعب دور جميل جدا، التبديله بتاعت فريق نادي الجونه، جوناثان جوزيف جوناس يلعب على طول كره ثانيه ممتازه، عمرو بركات، عمرو بركات يلعب، عمرو بركات يا ولد، عمرو بركات خطيره جدا، عمرو بركات لكن ياجل فريق الاهلي، تمشي على طول الكره ثاني في نص الملعب، ادي الاستلام الانطلاقه يروح على طول الكره ثاني في الجانب الايسر بالنسبه لصالح فريق الجول، مفيهاش حاجه فيها سيميليشن هنا، فيها تمثيل وفيها خطا وما فيهاش اي حاجه على فريق النادي الاهلي. شوف ادي احمد فتحي، ادي احمد فتحي لاعب رقم 19 هنا بيحاول انه يعمل تمثيل، لاعب عمرو احمد عموري، عمرو احمد عموري مسمي نفسه عموري او هو الدلع بتاعه عموري على اساس لاعب الامارات، طبعا اللاعب عمر عبد الرحمن عموري لاعب نادي العين والجزيره ولاعب لعب نادي الهلال السعودي ولاعب المنتخب الاماراتي، حبه الكريز الجميله واللاعب الموهوب بشكل جميل جدا لحاف كره القدم العربيه. تمشي على طول الكره ثاني في الجانب الايسر ممتازه، جيرالدو، جيرالدو على طول اللاعب احمد صبحي المدافع الايمن خطيره جدا لصالح الاهلي، لكن يطلع ثاني الدفاع. شوف ضغط هنا على طول اهلاوي من الجبهه اليسرى تاني، جيرالدو يا ولد يا ولد، كل واحد عاوز يحجز مكانه في التشكيله الاساسيه مع المدرب ريني فايت، اليو باتجي ومجموعه الرفاق، ايمن اشرف، كهربا، جيرالدو، كل اللعيبه اللي شاركوا في هذا المساء كله عاوز الفتره اللي ياخد فيها يعني ال 30 دقيقه نص ساعه اللي بدل فيها المدرب ريني فايلر مجموعه من اللعيبه، عاوزهم يكونوا حاضرين وموجودين طبعا، وهو عاوز يثبت نفسه كل لاعب في فرصه الحقيقه، ودي طبعا موهبه المدرب انه دايما يعمل عمليه الروتيشن او التبديلات او التغييرات وما يخليش احساس لدى اي لاعب في الفريق انه عنده انه يحجز مقعده في الفريق، خلي فيه تنافسيه ممتازه. الحاجات دي كان عاملها مانويل جوزيه بشكل جميل الحقيقه في سنوات عظيمه جدا، 8 سنوات مع القلعه الحمراء. تمشي على طول الكره تاني لكن الى رامي ربيعه، ده وحش ما بيهزرش بقى، رامي ربيعه، شوف رامي ربيعه وحجازي واحمد فتحي، الدنيا بتتغير والايام بتتغير وتتبدل، بنبارك لحجازي، بنبارك ل يعني لتريزيجيه، محمد صلاح، للمحمد لاعب اللي في اوقات كتيره الحقيقه يعني انا من وجهه نظري ما كانش واخد حقه بشكل كبير جدا، محمدي الراجل اللي كمل اكتر من 10 11 سنه في الدوري الانجليزي، ودي طبعا وده رقم كبير جدا في دوري بقيمه الدوري الانجليزي، اختلفنا اتفقنا على 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 مكان اللاعب، على قيمه اللاعب، على البطولات، على النتائج، عن النجاحات، لكن يبقى في دوري صعب. انطلاقه على طول ثاني عرضيه ممتازه من محمود عبد الرازق كهربا او لاعب كهربا، شوف كهربا، ادي كهربا، كن فولت بتاعه عالي بيفرق كتير جدا، كهربا في المهاره بتاعت واحد ضد واحد عاليه جدا، لكن الموهبه لما تجيلك وعندك عقليه تعرف تدير الموهبه دي بتفرق معاك كتير. ادي رامي ربيع واحد من اللعيبه الملتزمين لكن الاصابه دايما معاه، تمشي على طول الكره تاني اماميه لكن في الاخير الكره الى ركله ركني، ركله ركنيه، ان شاء الله ياسر ابراهيم يكون مشافى معافى، طمن يعني جماهير النادي الاهلي على نجم كبير جدا وقيمه كبيره، وان شاء الله يكون بكل الخير، اصابه ان شاء الله تكون بسيطه بتاعه السبرين انكل بتاعه اللاعب ياسر ابراهيم اللي خرج ويعني حط على رجله تلج كده وهيعمل ان شاء الله اشاعه بسيطه. تمشي على طول الكره تاني خطيره جدا لكن عاليه وركله مر، عاليه وركله مر، ادي ركله المرمى 3-2، 5 اهداف في المباراه، 75 دقيقه في الشوط او شوف الكره هنا بتاعت احمد فتحي وعلي لطفي ما ظبطش معاه، الكرات دي صعبه جدا طبعا، شوف الكرات، ادي احمد فتحي، احمد فتحي كان لازم يتكلم هنا علي لطفي لان علي هو اللي شايف وعنده الرؤيه، احمد فتحي هو اللي جاي بظهره كان لازم يتكلم، وده احمد فتحي برضه اكيد خطا مشترك، اكيد خطا مشترك، يحصل تناغم، ادي احمد فتحي لما يبقى قيمه كبيره سنوات طويله مع فريق القلعه الحمراء وقعد سنوات طويله من اللعيبه المصريين اللي حافظوا على مستواهم يعني لفترات طويله جدا احمد فتحي، واللي بيشارك في الهاف تايم الثاني واللي يعني نال شرف انه يكون في يوم من الايام قائد لكتيبه النادي الاهلي، تجربة مفيدة الحقيقة في كل الظروف، في شوطها الأول في شوطها الثاني بالنسبة للنادي الأهلي هنا في هذا المساء، هنا في تواجد السويسري ريني فايلر، ريني فايلر الرجل اللي أتى إلى ملعب مختار التتش
ملعب تاريخي على فكرة لهذا النادي، للنادي الأهلي، وياما استقبل عبر تاريخه وعبر سنوات، قعد من 1909 لحد 65 اسمه ملعب النادي الأهلي. بعد ذلك تكريما للنجم الكبير جدا مختار التتش، تم تسميته لمختار التتش. لمختار التتش على فكرة برضو كان في لفتة جميلة جدا عملها فريق نادي الجونة، انه سمى ملعبه باسم خالد بشارة رئيس مجلس إدارة النادي اللي كان توفى من سنة بالتمام والكمال، كان توفى، ونظرا لقيمة هذا الرجل والحب والناس كلها كانت بتحب خالد بشارة، سنويته كانت أمس، وتم يعني وضع اسم خالد بشارة مهندس سميح ساويرس تكريما لهذا الاسم، يعني خلد اسمه. 1907 تاريخ هذا النادي الكبير العريق، يعني سنوات طويلة، 113 عام، أو يعني سنوات سنوات وسنوات بالنسبة للقلعة الكبيرة، لقلعة النادي الأهلي. بطولات أجيال كتيرة جدا تعاقبت، نجوم كبار جدا تعاقبوا على هذا النادي اللي بيبحث بطريقة أو بأخرى دايما على الصدارة، على التواجد، على دايما الجديد في كل شيء، حتى على المستوى الإعلامي. الآن الأهلي يبحث عن تاريخ جديد ويبحث عن سنوات جديدة من التقدم الإعلامي عبر الجزء الإعلامي وعبر الميديا طبعا، اللي أصبحت مهمة ومهمة جدا في نشر بطولاتك ونشر إنجازاتك. 76 دقيقة لعب، 14 دقيقة أخيرة، لمن ستكون الكلمة؟ هل الجونة يعمل كومباك ويعمل عودة ب3-3، أم فريق الأهلي يتقدم بهدف رابع وينهي الحدوتة وينهي الحكاية هنا في قصة الجونة أمام الأهلي في التتش، في آخر المواجهات بالنسبة للنادي الأهلي اللي لعب 9 لعيبة لمدة ساعة، ولعب حوالي 11 لاعب لأقل من حوالي يعني 46-47 دقيقة. ياسر إبراهيم خرج للإصابة، وليد سليمان خرج للتبديل، نزل مكانه قفشة، ركلتين جزاء في الهاف تايم الثاني، تحولات كتيرة جدا في شكل المباراة، الشوط الأول شكل والشوط الثاني شكل. ممكن يكون التبديلات الكتيرة لعبت دور، وممكن يكون دوافع ريني فايلر ودوافع بيدرو مختلفة. أحمد فتحي يحضر لكروس باس، يحضر الأرضية عرضية، لكن تخلص وترجع تاني للأمام. فرقة ممتازة بصراحة فريق نادي الجونة، والمفروض يكون مكانه وموقعه مع مجموعة اللعيبة مع الأسماء دي في مكان من وجهة نظري أفضل شوي، حتى مجموعة اللعيبة النجوم الكبار اللي موجودين معاه على مستوى الإدارة، سواء يعني كابتن حسام غالي النجم الكبير، واحد زي محمد الحصري المدير التنفيذي، نادر شوقي بتاع شركة 11 اللي هو يعني برضه بيلعب دور كبير مع فريق نادي الجونة، محاولة تانية خطيرة ممكن الرابع، يا راجل بقى مش ممكن يا جيرالدو. جيرالدو بيجي في الحته دي وما بيشوفش، مش عارف جيرالدو، شوف الكوره هنا فرصه جميله، مش عاوز العافيه دي كلها بصراحه، مش عاوز العافيه دي كلها بصراحه. خلي بالك اجيال الاهلي اللي تعاقبت والاجيال القديمه والوسط وكل الكلام ده كله طبعا، يعني في سنوات كتيره جدا كان كل الفرقه نجوم، كل الفرقه نجوم. الحاجات اللي زي بتاعه جيرالدو دي كانت بتخلص بايه؟ بشك الدبوس. اسال علاء ميوب واسال ايمن شوقي، محمد يوسف وعادل مصطفى والعجيزي وباقي الرفاق على سبيل ذكر الاستوديو، لكن التاريخ والقائمه تطول، يعني تعدي الالافات، تعدي الالافات. الحاجات دي كانت تخلص ايه؟ شك الدبوس. لكن جيرالدو يضيع فرصه ممتازه، وفي الشوط الاول برضه رمضان صبحي ضيع واحده كان ممكن تفرق مع الاهلي على مستوى الارقام والتهديف. يمشي على طول عمرو بركات، كله عاوز يكون موجود. اللعب امام الاهلي موضوع حلو وحكايه حلوه وعمليه عرض المسرح جميل، حتى لو كان المكان مختار التتش، وحتى لو كانت المباراه وديه. خطأ وركلة حرة مباشرة على طول تاني، واعتراض من كهربا، اعتراض من كهربا. ادي محمود كهربا، ادي كهربا، وادي احمد فتحي. شوف احمد فتحي وكهربا ومجموعة الرفاق في هذا المساء، شوف المهارة، لكن في خطأ. وادي ركلة حرة مباشرة، ركلة حرة مباشرة. عمرو احمد عموري نزل عمل نشاط وعمل شغل وبدأ يرمي الرأي للبيدرو هنا في الجبهة بتاعت احمد فتحي. شوف هنا كهربا العرقلة والخطأ، لكن ده اكبر دليل على اصرار اللعيبه ان هم عاوزين يلفتوا نظر ريني فايلر. شوف كله راجع تحت الكوره، ولحظه فقدان الاهلي للكوره كله ملتزم وكله منضبط. حظ وحش جدا، دخل في مرمى هدفين، 3-2 الاهلي في الشوط الاول، 60 دقيقه تقريبا او الساعه اللي لعبها كان واخد المباراه بشكل رسمي كبير، بدل مجموعه من التبديلات ريني فايلر اكيد بيحضر يعني لتكتيكس معين في دماغه، انما واضح على كل الفرق اللي لعبت في الدوري المصري مباريات وديه، واضح ان لسه معدل البدني مش هو المعدل الطبيعي لاي مدرب، حتى الوصول ل 50-60% لسه من وجهه نظري في مشاكل عند كل الفرق في الجزء البدني. ناس قعدت اكتر من 3 شهور، والناس عشان ترجع تاني مفيش فرصه ان انت تعمل فتره اعداد بشكلها وبالمسمى بتاعها ومواصفاتها الطبيعيه،
في ظروف صعبه جدا جدا على كل الانديه، كله بقى يعلم نفسه ويدرب نفسه وياخد باله من نفسه. يمشي على طول الكره تاني في الجبهه اليسرى، لكن في فاول وركله حره مباشره لصالح أفشة. ركله حره مباشره خطا، حكم وحش ما شاء الله اللي يفتح بقه معاه يعني. هنا شوف هنا خطا، لكن ركله حره مباشره والتصويبه حلوه، لكن ركله مرمى، تصويبه حلوه لكن ركله مرمى. 80 دقيقه لعب، 80 دقيقه لعب، وركله حره مباشره خطا لصالح الفريق الجونة. شوف التحضير، تصويبه حلوه على يسار الحارس جميله، لكن الى ركله مرمى، ركله مرمى. اربعه حراس النهارده شاركوا في المباراه، اربعه حراس الشناوي وعلي لطفي واللاعب البديل طبعا في الهاف تايم الثاني، اللاعب او اللاعب اسلام طارق يخرج ويشارك عمر رضوان. هاف تايم ثاني جميل، شوط ثاني كل اللعيبه البدلاء عاوزه تعلن ايضا عن كلمتها وتواجدها. يمشي على طول الاهلي ثاني، لكن في خطا وركله حره مباشره، خطا وركله حره مباشره. علي معلول واحد من اللعيبه اللي لعبت ساعه بالتمام، والكمال جيرالدو واحد من اللعيبه النهارده اللي اداها ريني فايلر، اداها نص ساعه. الاهلي يعني عنده ميزه كويسه انه بيلعب على ملعبه وسط جماهير او على ارضه، هنا عنده بعض الحضور الجماهيري طبعا من اعضاء النادي. الاهلي ما شاء الله على مستوى البنيه التحتيه وعلى مستوى الانشاءات ماشي 100 100، على مستوى الانشاءات والبنيه التحتيه ماشي في الشمال واليمين واسوان ومش سايب ما شاء الله. تمشي على طول الكره ثانيه، دي اللمسه خطيره جدا، يلا يلا يا باتشي، محاوله هوبا للرابع يا ولد، جميله جميله جميله. الهدف الرابع، يسجل الاهلي الهدف الرابع عن ثاني اهدافه الشخصيه اللاعب مجدي أفشة. اذا الاهلي اربعه والجونه اثنين، الاهلي اربعه والجونه اثنين. شوف اللمسه احمد فتحي جميله، محطوطه الكره حلوه، الباص الباص المهاره. لما اشوف لعيبه نادي الجونه بعيب عليهم في عمليه الضغط وعمليه البريس بصراحه، شوف المهاره شوف اللمسه، لازم تبين الاهلي ازاي جاب الهدف، سجل الهدف جميله من الشيخ، حلوه محطوطه على طول الكره ثاني، اللمسه عن طريق باجي ثم بطن القدم الجميله ما قل ودل عن طريق اللاعب أفشة. ودي قيمه لعيب الكره اللي عنده رؤيه وعنده فيجن، وقبل الكره ما تجيله عارف مكانه فين. سجل عن طريق ركله جزاء وسجل عن طريق كره متحركه. بدا الاهداف بالنسبه للقلعه الحمراء، واحد من حبات الكريزي الجميله النهارده وليد سليمان في الدقيقه الثانيه، ثم مجدي أفشة في الدقيقه 82 ايضا من عمر المباراه يسجل هدف الاهلي الثاني هنا في تجربه الجونه على استاد مختار التتش، على استاد مختار التتش. 55 سنه الملعب ده متسمي باسم مختار التتش، 55 سنة باسم مختار التتش، ونادي الجونة عمل نفس التجربة وسمى ملعبه باسم خالد بشارة، اللي طبعا يعني يكن نادي الجونة بالنسبة لهذه الشخصية الرياضية الجميلة اللي نالت إعجاب واحترام الجميع. وكانت أمس على فكرة بالمناسبة ذكرى وفاته، ذكرى وفاته. الناس اللي بتدي للأندية ما بحدش بينساها، لا سميح ساويرس ولا نجيب ساويرس ولا ناصف ساويرس ولا حتى أدخن واحد. العطاء على قد المجهود والاحترام والعشق، انطلاقة جميلة للجونة. لكن الجونة من وجهة نظر فريق يحترم في هذا المساء، فريق يحترم في هذا المساء. وأجمل حاجة في احترام الجونة أنه خلى النادي الأهلي استفاد من التجربة، يعني الأهلي ما لعبش التجربة وان سايد جيم. الأهلي النهاردة ما كانش المباراة بالنسبة له وان سايد جيم، لا، تقابل أمام فريق كويس وعنده مدرب وعنده رؤية وعنده تيم تاني في الهاف تايم الثاني، وعنده جيرالدو الأهلي يمشي كرة تانية عن طريق بادجي. أحلى حاجة في الكورة السرعة، احلى حاجه الكوره السرعه، واحلى حاجه التحرك بدون كوره، واحلى حاجه الكوره ان اللعيب يتحرك، واحلى حاجه ان الاهلي يهاجم اليمين الشمال، يمشي كوره ثاني عن طريق الشيخ، شيخ وواحد عادي، يمشي على طول الكوره ثاني خطيره العرضيه، ولد كعب القدم جميله، محاوله هدف خامس ثاني. الاهلي حاول بسيمفونيته بأفشته بعرضيته بباتشي، لكن الكوره سهله مره ثانيه من جديد، والحكم يمشي الكوره الى ركله ركنيه لصالح القلعه الحمراء. الاهلي فريق خطير على فكره وعنده دوافع ممتازه، والاهلي عنده مبادئ ثابته بالنسبه للعيبه الكوره، والدقيقه 90 عنوان مهم بالنسبه للنادي الاهلي، والاهلي عنده ريكورد خطير على فكره في الامطار الاخيره، سواء من الدقيقه 85 للدقيقه 90 على مستوى اهدافه وارقامه القياسيه. والاهلي بعد الدقيقه 90 دايما عنده طموحات وعنده انطلاقات مختلفه بشكل او باخر في مباريات كبيره، عبر اكثر من 100 سنه، عبر اكثر من 100 سنه، وعبر اكثر من 100 بطوله، وعبر اكثر من 100 دافع جديد، وعبر الاف اللاعبين. 84 85 دقيقه لعب، واستاد مختار التتش وملعب مختار التتش اللي على فكره بمناسبه قدوم العيد كانت كوكب الشرق على فكره. ام كلثوم هنا غنت يعني يا ليله العيد انستينا، يعني ام كلثوم غنت على هذا الملعب. شوف تاريخ هذا الملعب ولعب عليه اباطره كبار جدا في كره القدم المصريه من كل الانديه المصريه. على هذا الملعب غنت يا ليله العيد انستينا كوكب الشرق ام كلثوم. مصر العظيمه، مصر الولاده، مصر بتاعت نوبل، ومصر مصر الحضاره، ومصر القوه، ومصر قاهره المعز، ومصر قاهره كل الدنيا. الشعب العظيم اللي عنده سيكولوجيه التجمع وقت الشده بيكون لحمه واحده، ويعني رجل واحد
دي ثقافة موجودة في جينات الشعب المصري، في جلد المصري. مصر وقت الشدة تلاقيه كله خلاص واحد، يونت واحد، يونت واحد. الشعب اللي بيروح يتفرج على القنبلة ويعرف ان الجارة اللي موجودة عندها انبوبة بتضرب وبتولع، الشعب كله بيجري وراه. أجدع ناس، والشعب عنده تاريخ عظيم جدا، محدش أبدا يقدر يديله 1-0 أبدا. تمشي على طول الكرة تاني ركلة ركنية بالنسبة لصالح الجيرالدو. شوف نزول اللاعب رامي ربيعة النجم الكبير، شوف رامي ربيعة نزل وغير، والأهلي الآن عنده بدلاء وعنده مدرب ريني فايلر اعتمد على فريق لمدة ساعة، وأعتقد هو الفريق الأقرب اللي ممكن يشارك مع بداية انطلاقة السيزون وانطلاقة الموسم، وهو أيضا يعمل بيه كيان ممتاز. إنما السؤال يفرض نفسه، لو في أسماء من الأسماء اللي موجودة النهاردة من لعيبة وما شاركوش، هل دول ريني فايلر بيبعت رسالة مثلا لحد معين؟ هو ده السؤال اللي يفرض نفسه. هل في مجموعة من اللعيبة النهاردة ما اديهاش في مباراة ودية تجريبية كان ممكن ياخد فيها كل الناس، كان ممكن يشارك فيها كل المجموعة النهاردة في هذا المساء أم لا؟ هو ده السؤال وهي دي الأسماء. ادي على طول الخطأ تاني وركلة حرة مباشرة، كرة خطيرة جدا. أحمد فتحي وقفشة وكل عاوز يسجل، وادي عمر رضوان، وده الهاف تايم الثاني. مجموعة اللعيبة في الشوط المباراة الثاني مجموعة كبيرة جدا جدا شاركت، يعني بتتكلم كل فريق ممكن يكون شارك له أكتر من 20 لاعب في المباراة. مجموعة اللعيبة كلها بالنسبة لفريق نادي الجونة الكل شارك. ركلة حرة مباشرة الأهلي 4 والجونة 2، نتيجة على فكرة واقعية جدا، ونتيجة بتدل على الأداء، مفيش ظلم لا للجونة ولا في ظلم للأهلي، برغم الفرص اللي ضاعت ممكن نوعا ما حسب نسبتها، هل هي مؤكدة بالنسبة للجونة أم لا؟ وأيضا بالنسبة للأهلي هل مؤكدة أم لا؟ كرة خطيرة على طول تاني تصويبة، ولكن الحارس ممتاز. الحارس ممتاز. خلاص آخر 3 دقائق على نهاية الشوط الثاني والمباراة. آخر 3 دقائق على نهاية الشوط الثاني والمباراة. تمشي على طول الكرة تاني طويلة أمامية عالية، يستخلص تاني، لكن حكم المباراة يدي خطأ وركلة حرة مباشرة. ركلة حرة مباشرة هنا في ملعب مختار التتش. هنا في أم الدنيا. هنا في مصرنا الحبيبة، مصرنا العزيزة، البلد العظيم، البلد الحية اللي يعني اللي أنجبت نجوم كبار جدا في كرة القدم في كل أندية مصر في سنوات كانت عظيمة، في بطولات كانت جميلة، في تاريخ مجيد بالنسبة لكرة القدم المصرية. تمشي على طول الكرة تاني خطيرة، يرجع تاني بادجي يحاول تاني لكن يشيل حارس المرمى. شوف الأهلي متقدم 4-2 وتحس إنه خسران 0-3. هي دي الفرق الكبيرة بتاعت البطولات لحد الامطار الاخيره، كل عاوز يقول كلمته للراجل وعاوز يقول انا موجود. احمد فتحي سجل هدف غريب جدا جدا في النهارده في مرماه طبعا، علي لطفي واحمد فتحي الكره العكسيه، شفنا الخطا بتاع الاثنين السنتر باك. انما مباراه فيها دروس كتير، مباراه فيها دروس كتيره، لكن اهم حاجه من الماتش الودي المباراه الوديه من الاحتكاك هو الاستفاده، وانا من وجهه نظري الشخصيه ان الاهلي استفاد من اللقاء، وايضا فريق نادي الجونه استفاد من اللقاء. خطيره جدا كهربا كهربا كهربا، لكن خطير جدا كهربا كهربا يا كهربا، لكن على طول يطلع حارس المرمى ويقطع عليه كهربا. تمشي على طول الكره تاني محطوطه في نص الملعب. شوف الضغط العالي بيعمل مشاكل كبيره يا جماعه، الضغط العالي بالنسبه للعيب لما يكون بدني واقف على رجليه وتضغط لحظه فقدان الكره، وده اللي عمله جوارديولا في السيستم الجديد وفي الفلسفه الجديده بتاعت البارسا، لما كانت بالنسبه لعيبه البارسا في سنوات طويله لحظه فقدان الكوره هو لحظه المكان اللي اتجمع فيه الكوره، وعملوا ارقام قياسيه في انه ازاي يستخلص الكوره في عدد من كسر من الثواني. خلي بالك الفرق والانديه الكبيره والمنتخبات الكبيره اللي عاوزه تشتغل في الكوره ما ينفعش تشتغل اليوم بيوم وكده والاسبوع باسبوع، ده عمليه استراتيجيه وعمليه تخطيط لسنوات طويله. كل المنتخبات اللي في اخر 30 40 سنه حصلوا على كاس العالم الكل عمل تخطيط طويل المدى، يعني 20 سنه وانت طالع و15 سنه، فرنسا عملت كده، اسبانيا عملت كده، والمانيا عملت كده، وكتب موجوده في الرف بس محتاجه دايما اللي يقرا. الان خلاص الثواني الاخيره خلاص على نهايه الشوط الثاني والمباراه. الاهلي يتقدم 4-2 في تجربه الست اهداف، في تجربه يعني استاد مختار التتش، في التجربه الجميله، في الافتتاح الجميل بالنسبه لقناه مصريه، العالم ومصر كلها ال 100 مليون يفرح ويتشرف بيها. تمشي على طول الكره بواجهه قدم جميل، بادجي ممتازه، بادجي كره الخامس اهو، الخامس اهو يا ولد يا ولد، يسجل خامس، يسجل الخامس هدف جميل جميل جميل. اذا الاهلي يختم خلاص الحدوته، الاهلي يختم الحدوته، يبارك بالحدوته ويسجل هدف ممتاز ممتاز ممتاز. اذا الاهلي يتقدم بهدف روعه روعه روعه، يعدل من اوتاره ويسجل من اوتاره ويسجل هدف جميل يقنع ويبدع بيه على فكره في هذا المساء. كره جميله حلوه حلوه حلوه، يسجل هدف جميل يبدع ويقنع
ويسجل هدف متعه متعه متعه. اذا الاهداف تتوالى والهدف يتقدم والاهلي يسجل، والاهلي الخامس، سبع اهداف في المباراه، سبع اهداف في المباراه، يسجل الاهلي هدفه الخامس. الجون سجل هذا، الاهلي سجل خمس اهداف في تجربه مفيده 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 فيها سبع اهداف. عوده نادي الجونه في الهاف تايم الثاني تدل دلاله ممتازه ان هذا الفريق يملك مجموعه ممتازه من اللاعبين. شوف المساحات الكارثيه اللي موجوده في دفاعات نادي الجونه. هدف ده كارثه على فكره، هدف ده لو في مباراه رسميه يعني الراجل اللي بيجيب الكره من ورا يتجزا ثلاث شهور يعني يتخصموا من مرتبه بصراحه. حتى اللعيبه اللي لعبت مش ممكن حد يسيب المساحات دي ابدا، مش ممكن حد يسيب المساحات ويترك المساحات دي خالص خالص بصراحه. عشان كده بقول لحضراتكم الاثنين السنتر باك بتوع القلب دول اهم ميزه فيهم ان هم عمليه التوقع. هنا المساحات الكبيره ولكن الجونه عنده مشاكل لابد يشتغل عليها كتير بصراحه المدرب بيدرو، سواء هنا او في الجونه الجميله. خلاص الثواني الاخيره على الوقت الاصلي، فعلا خمس اهداف. شوط ثاني هو شوط الاهداف، لكن الشوط الاول كان فيه نديه وكان فيه دوافع كبيره. الاهلي فيه تسع لعيبه منه لعبوا ساعه بالتمام والكمال النهارده. وصل ريني فايلر ان قوام وشكل النادي الاهلي بنسبه 80-90% والشاطر اللي يثبت نفسه ويغير من فكر المدرب. تمشي على طول الكره ثاني في الجبل اليسرى، محاوله كروس باص عرضي عن طريق جوناثان، يلعب جوناثان بديل للطيم الثاني في شوط المباراه الثاني. على طول الكره ثاني استخلاص عن طريق الجونه، الجونه بيعمل سبيد اتاك وبيعمل الكاونتر اتاك بشكل ممتاز، لكن بعض الاوقات الترجمه. لكن بص شوف الاهلي بيعمل ايه بعرضياته الحلوه، بعرضياته الحلوه. يلا يا كهربا يحاول يسدد يا ولد عالمي، لكن مش ممكن مش ممكن، ده قفشه، ده قفشه قفشه قفشه، لكن كره خطيره. اي استلام واي مهاره واي حاجات حلوه كانت هتكون فرصه الهدف السادس. استلامه جميله من مجدي قفشه، استلم الكوره وغير اتجاه لعبه جميل وبسبرين انكل حلو قوي بقدم بصراحه ما فيهاش نوع من العظم. بص شوف قفشه بيعمل ايه، شوف الاستلامه يا ولد يا ولد. الحاجات الحلوه دي بتاعه اللعيبه بتاعه الاهلي اللي تقعد تلعب اساسيه 30 او 20 سنه لعيب اساسي. شوف استلامه حلوه قوي يا ولد، مهارات الجميله، استلم بالقدم اليمنى ثم بالقدم اليسرى يحط كره كانت ممكن تكون هدف سادس وكان ممكن يكون احلى ختام بالنسبه لمباراه وديه. بحث الاهلي فيها عن تثبيت او عن ارتفاع نسق او تيمبو بالنسبه لمجموعه اللعيبه على المستوى البدني، لكن الاهلي فريق عمل مشاكل بالنسبه لفريق الجونه، سواء الفريق اللي بدا بيه ريني فايلر في مده ساعه وبتبديلين اضطراريين بالنسبه لوليد سليمان وبالنسبه للاعب ياسر ابراهيم، او بالنسبه ايضا لمجموعه اللعيبه البدلاء اللي شاركوا في الهاف تايم الثاني في سبع اهداف هنا في هذه المباراه. المباراه فيها استفاده كبيره بالنسبه للجونه، واول استفاده ان المدرب يقف على اخطاء، وفيها استفاده كبيره بالنسبه للنادي الاهلي. اعتقد ان في معدلات بدني بدات ترتفع عند مجموعه من اللعيبه لما تيجي تقارن الجزء البدني والتيمبو بتاع الاهلي وتقارب خطوطه في شوط المباراه الثاني والشوط الاول كذلك. برغم ان في برضه بعض لسه المباريات اكيد بالنسبه للاهلي ما وصلتش لفورمتها المعتاده للهدف المنشود بالنسبه له. يبحث على طول الكره ثاني عن طريق كهربا، تبادل الادوار ما بين كهربا ومجموعه الرفاق، تمشي الكره ثاني على طول جيرالدو في الجبل اليسرى، تمشي على طول الكره ثاني بالنسبه لنادي الجونه. والله مجموعه ممتازه من اللعيبه يا جماعه، استلموا تحت ضغط ممتاز ويقابلوا ممتاز وعندهم مهاره وعندهم شخصيه وعندهم تصويبه، لكن عاليه جدا الى ركله مرمى. لما تشوف الجونه تحس ان في كوكبه من اللعيبه، لكن خلي بالك هي دي الاصابع والانامل بتاع المدير الفني ازاي توظف اللعيبه دول. جونه عنده مجموعه ممتازه من اللعيبه، 8-9 بتوع النادي الاهلي، سواء منهم اللي تم الشراء او سواء منهم اللي معارين لمده موسم، وعنده مجموعه ممتازه اخرى من اللاعبين. شوط ثاني ينتهي خلاص 5-2، الاهلي يتقدم بخمس اهداف في مباراه جميله، في مباراه فيها سرعه في الشوط الاول، بدات حكايتها بالاهداف وانتهت حكايتها بالاهداف، وكاد الاهلي ان يسجل هدف سادس عن طريق مجدي قفشه. شارك اللاعب اكرم توفيق وشارك مجموعه اللعيبه البدلاء باستثناء قله سواء بالنسبه للاهلي او بالنسبه لفريق نادي الجونه. اعتقد من وجهه نظري تجربه ممتازه، تجربه مفيده بالنسبه للنادي الاهلي متصدر الدوري وبالنسبه لفريق نادي الجونه اللي بيبحث عن مكان اكثر دفئا واطمئنان ايضا في سلم الدوري المصري. عموما تحياتي عصام عبده، ان شاء الله نلتقي واياكم في مواعيد قادمه جميله. مبروك للنادي الاهلي، مبروك لكل الانديه المصريه على اي تقدم سواء على مستوى رياضي ومستوى اعلامي ممتاز. انتقل الان للعزيز كابتن ايمن شوقي اللي شرفت النهارده معاه، والكبات الكبار كابتن علاء ميوب والكابتن محمد يوسف والكابتن عادل مصطفى والكابتن هاني العجيزي، كل هذه الاسماء والكوكبه الاهلاويه الكبيره بامر المخرج بعد الفاصل. تحياتي والى اللقاء.